حي العين مشاهدي قناة اس بي سي، وتحديدا برنامجكم اليومي المتجدد المتنوع استديو اس بي سي، فقرات جديدة، مواضيع متنوعة، أخبار وفقرات وضيوف أيضا معكم مثل ما عودناكم في استديو اس بي سي، ودائما نجيكم على الوعد في استديو اس بي سي. وحي العين لكم وحي العين الريم بعد. الله يحييك نادر، والله يحييكم مشاهدي استوديو اس بي سي في كل مكان. الكثير من الفقرات والعديد من الفقرات أكيد اللي راح نتناولها معاكم اليوم في حلقتنا ومع مشاهدينا، والبداية مع موضوع جدا مهم وأكيد أن الكثير بيعاني منه، وهو الصداع وآلام الرأس. طبعا هذا المرض خليني أقول أنه منتشر عند الكثير من الأشخاص، الكثير من الأحيان ما بيكون فيه حل، والأكثر كمان ما نكون عارفين إيش السبب. فعلا ريم الموضوع كبير عند كل الناس ومنتشر عند كل الناس. أنا متأكد أنه ما في أحد على هالمعمورة ما مر عليه صداع الرأس، ممكن يكون بأسباب أخرى أو بأنواع أخرى أو مسببات أخرى. عشان كذا اليوم راح نتكلم عن هالموضوع أكثر مع أصحاب الاختصاص، علشان نتكلم عن أسبابه والنصائح العامة للتعامل معه، وراح نناقشه بتوسع أكثر اليوم. أكيد عندنا مواضيع متفرقة مثل ما قلنا لكم دائما في استديو اس بي سي، أيضا راح نسلط الضوء على موضوع فوائد الداش كام وحفظ الحقوق، السلبيات والإيجابيات أيضا، لأننا قاعدين نشوف كثير من المضايقات في الطرق بسبب عدم خبرة السائقين أو حتى استفزاز الناس ببعض الأساليب المزعجة أثناء القيادة. والله يا نادر أكيد أن هذا الموضوع الصراحة أنه بيسبب الكثير من الإزعاج، خصوصا لما يوصل الموضوع أنه يصير حادث لا سمح الله والطرف المجني عليه ما عنده إثبات. فأكيد أن الداش كام جدا ضرورية، وكمان راح ننتقل معاكم إلى السياحة وأفضل الوجهات لشهر العسل في الشتاء، وأكيد أنه مو كل الأماكن مناسب أنك تزورها في الشتاء، بالذات في أجواء زي أجواء شهر العسل والزواج. دائما بندور على أماكن مثلا بيكون فيها بحر، لكن فصل الشتاء صعب، فاليوم حنشوف أماكن كثير نادر. أكيد ريم راح نتعرف على أماكن كثيرة حول العالم، خصوصا اللي تو تزوجوا بالفترة أو العطلة اللي تكون عندنا اليومين هذه، فأكيد بتكون فيها زواجات كثيرة، فأكيد راح ننصحكم في أماكن تزورونها في الشتاء، لدرجة أنه أحيانا درجة الحرارة يعني تكون فيها منخفضة بعض المرات، ويغلب عليها الطابع الاستوائي اللي يخفف من حدة البرودة والشتاء. وراح نتكلم اليوم كذلك عن كيفية التعامل مع المنتجات وسلع النزوة، وكيف هالموضوع جالس يتعامل مع أصحاب المتاجر الكبرى بذكاء. يعني ريم تتوقعين أنه أحيانا ممكن تكونين يعني لما تدخلين عند الكاشير تشوفين أنواع المنتجات قدامك يمينك ويسارك؟ أنا حابة أعترف يا نادر أني أنا أول ضحية، يعني أكيد أنه كلنا ننخدع من مناظر السلع اللي نشوفها، خصوصا كذا شكلها هو مرتب ومرصوص عند الكاشير، يعني بيجذب العين، حتى ممكن تشوف نفس السلع داخل المتجر لكن لما بتشوفها عند الكاشير يعني الموضوع بيكون مختلف تماما، وتنخدع وتبدأ تلم وتلم وتلم. فأكيد أننا كلنا يعني بنوقع في هذا الشيء. أكيد هذا من مواضيعنا اللي حنتناولها اليوم في حلقتنا الثرية المليئة بالمواضيع، وكل هذا وأكثر في حلقتنا. وحيها العين. حيا العين مشاهدينا، أكيد خلونا نبدأ معكم مثل ما عودناكم دائما بسؤال حلقتنا التفاعلي على حسابنا في منصة إكس، والأكيد أنه ننتظر مشاركتكم على سؤال الحلقة، وهو هل ترى أن الداش كام ضرورة لابد منها؟ أكيد تختلف الآراء وتختلف وجهات النظر في هالموضوع. لا تنسون أيضا تتابعونا من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشاركونا آراءكم على هاشتاج استديو اس بي سي. وحيا العين. حي الله نادر. طبعا ومثل ما قلت خليني أقول سؤال الحلقة، يعني أنا من الأشخاص اللي ممكن أقول إيوه فعلا هي ضرورة لابد منها، خصوصا في السيارات، لأنه مثل ما ذكرنا في البداية كثير من الأحيان ممكن تصير حوادث لا سمح الله، وما يكون في طريقة لإثبات إيش اللي حصل بالضبط، لكن أهم شيء يكون الاستعمال بالطريقة الصحيحة. شوفي ريم، أنا لدرجة صراحة من كثر ما يعني ماني حاس أنها مهمة بشكل قوي قاعد أدور داش كامل الإنسان. مو حاس إنها مهمة؟ لا، من كثر ماني حاس. كثر مو حاس إنها مهمة. أوكي. إيوة شكلي بلا قهوة، هاتوا لي قهوة عشان تركز معاي. لا شاربة قهوة معي. طيب
اللي يقصد انه لدرجه اني انا حاسس ان لها اهميه، قاعد اقول ليش الانسان ما يصير له داش كام؟ يعني بتركب يعني الداش كام براسك وتمشي؟ لا ممكن يكون في خوذ وفي ملابس، يعني مثل ما احنا قاعدين نشوف العسكر على مستوى العالم يعني تكون في كاميرات يعني في اثناء جولاتهم الميدانيه، فانا يعني من باب انه اقول ليش حتى الانسان يعني لها اهميه كبيره، فاكيد راح نتكلم عنها بشكل اوسع اليوم. لكن بما اننا الان بفصل الشتاء ودخلنا خلاص قاعدين نحس بالبروده من الحين يا جماعه الخير، راح نتكلم عن افضل وجهات شهر العسل في الشتاء، وين تروحون ومتى تروحون بالضبط. طبعا اكيد كلنا عارفين انه هذه الشهرين تحديدا كذا تكثر فيها الزواجات وبيكون موسم الزواجات، ما اعرف ليش كل احد يحب يتزوج في الشتاء. لكن عموما صراحه الشتاء يعني من المواسم الحلوه، في اماكن كثير تزورها، لكن الاشخاص اللي مثلا بيفضلوا البحر لشهر العسل ممكن شويه الموضوع يكون صعب لان الاجواء بتكون بارده، فاكيد يعني اليوم كذا حناخذكم برحله سياحيه لاماكن حلوه. بالضبط، واكيد ريم انت اكيد دائما اذا دخلتي بقالات او سوبر ماركت اول ما تطيح عينك ممكن انت واحده من كثير من الاشخاص تطيح عينها على الاشياء المزينه والمرصوصه بجانب الكاشير، اشياء ممكن ما تكون انت ما لك فايده منها، انت مو جاي علشانها اصلا، فتضطر انك تاخذ حاجه منها، فلما تاخذ الشيء هذا خلاص يتولد عندك الشيء انا لما اجي لازم اناظر عند الكاشير واحمل اقش، فتدفع وانت ما تدري يعني. تعرف ايش كمان يا نادر؟ دائما الاشياء اللي تكون موجوده عند الكاشير بتكون اشياء كذا بسيطه، فاسعارها ما بتكون مرتفعه، فبتلاقي نفسك ايش بتلم وبتلم وبتلم، رغم ان نفس الاشياء ممكن تكون شفتها داخل المتجر، لكن لما بتشوفها عند الكاشير تقول اه طيب اوكي ممكن اخذ من هذا، اه هذا اتذكرت هذا ناقصني، فبتلاقي نفسك شلت اشياء كثير. تدرين من الذكاء ريم عند بعض الشركات انها صارت تحط اشياء على مستوى طول الاطفال، يعني يعرضون منتجات الاطفال على قد طول الطفل على اساس لما يجي يشوفها والله ما تطلع الاشياء اللي... إيه؟ ما تطلع الا انت معبي لها الكيس. فبعض الشركات هذا يعتبر شيء ذكي وشيء مهم في عالم التسويق. عموما ريم على اساس يعني ما تصدع روسنا من امور خصوصا فيها دفع ببقالات والاماكن هذه، راح نتكلم اليوم عن اسباب الصداع والالام وايضا طريقه التخلص منه، حيكون معنا دكتور مختص نتكلم في الموضوع بشكل اوسع. اكيد الكل يعني بيعاني من هذا الموضوع، او خليني اقول الاغلب بيعاني من هذا الموضوع، احيانا بيجينا صداع ما نعرف ايش السبب. وبنبدأ ناخذ أدوية الصداع طبعا، وحتى هذه ممكن تكون كثرتها مضرة، فاليوم حابين نتعرف على الموضوع أكثر، إيش ممكن تكون الأسباب الحلول، وأكيد أن الصداع هو حالة شائعة تتسبب بآلام وضغط في الرأس، وهي تأتي للشخص بعد حدوث أو وقوع أمر ما وربما يستمر لساعات من الألم المتواصل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير خلينا نتابع. الصداع هو ألم في الرأس أو في الفروة أو في الرقبة، والسبب الرئيسي لكافة أنواع الصداع غير معلوم، وقد يتحسن معظم الأشخاص لو غيروا أسلوب حياتهم وتدربوا على كيفية الاسترخاء أو بتناول أدوية له، وهو حالة شائعة تتسبب في آلام وضغط في الرأس. قد يكون الصداع نتيجة لعدة عوامل مختلفة بما في ذلك التوتر العصبي والتعب والتغيرات في الضغط الجوي والهبوط السريع والإصابة الرأسية والاضطرابات الهرمونية والجفاف والتعرض للضوضاء العالية والسفر وغيرها. وقد يدهشك أن تسمع أن الصداع أصبح من الخطورة بحيث صارت له عيادات خاصة، ذلك لأنه قد يشتد وقد يطول فيجعل من الحياة عذابا. ولقد دل الإحصاء على أنه يبلغ عدد المصابين بأوجاع الرأس ما بين 10 إلى 15%. وللتعرف أكثر عن الصداع وأسبابه ومسبباته وكذلك أعراضه وطرق علاجه انضم لنا بالاستوديو دكتور عبد الله العبيد وهو استشاري جراحة مخ وأعصاب. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله وحياك الله معنا في استوديو SBC. حياكم الله جميعا. دكتور عبد الله بالبداية نبغى يعني نبدأ نتكلم عن الصداع، أو إيش هي المسببات للمرض اللي معتبر يعني منتشر عند الناس أجمع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني نجم نكون واضحين، الصداع بحد ذاته ليس مرض، هو عرض. قد يكون عرض من مرض معين. بحكم عملي كجراح مخ وأعصاب أنا اللي يهمني بالدرجة الأساسية هل هذا الصداع سببه هيكلي أو احتوائي، بمعنى أنه بيكون سببه شيء
خطير لا قدر الله، مثلا لا قدر الله يكون ورم او نزيف او تشوه شرياني في الدماغ او استسقاء في الدماغ، هذا اللي يهمنا احنا كجراحين. اذا تاكدنا من هذا الشيء انه ما هو سبب هيكلي، بعد كذا ندخل في انواع الصداع اللي ما هي اسباب هيكليه، زي مثلا صداع الشقيقه، صداع العنقودي، او صداع التوتري، او صداع الجيوب الانفيه. اكيد ان مثل ما ذكرت دكتور عبد الله في انواع كثير للصداع باختلاف اسبابها. اليوم حابين كمان نعرف منك ايش انواع الصداع وكيف نفرق ما بينها، يعني ايش الاعراض، ايش اللي بيميز كل نوع. طيب بصفة عامة يعني أول شيء نبدأ في الصداع اللي هو الهيكلي، أو الصداع اللي يكون بسبب جسم ضاغط داخل الدماغ، هذا اللي يهمنا. هذا عادة يكون صداع مثلا شديد، يصحي المريض في الليل أو يقوم في الصباح مصدع. عادة يكون يصحب أعراض أخرى زي مثلا ضعف في اليد أو خدران أو ضعف في البصر، فهذا هو اللي يكون السبب الهيكلي. نجي للصداع اللي ما يكون لها أسباب هيكلية، اللي هي الصداع زي مثلا صداع التوتر. صداع التوتر هذا يكون عادة زي الشد حوالين الرأس بالكامل أو من الخلف، هذا يكون سبب الضغوط النفسية أو ضغوط العمل. صداع الشقيقة أو صداع النصفي اللي يكون في نص الوجه أو في نص الرأس، يكون عادة بسبب اضطراب في الأوعية الدموية الدماغية، وعادة يكون يصحب أعراض تحذيرية زي مثلا يكون في مثلا زي الغباش في النظر أو شيء زي كذا. صداع العنقودي يشابه تقريبا هو نفس عائلة الصداع النصفي، ولكنه أكثر على الوجه أو العين أو الأنف، يكون فيه احمرار أو يكون فيه احتقان في الأنف مع العين. صداع الجيوب الأنفية يكون عادة مصحوب بالتهابات في الجيوب الأنفية، فيكون في آلام في الوجنات أو يكون عادة يصاحب إفرازات مخاطية لها. طبعا كل يعني في أسباب أخرى، في أسباب كثيرة تكون للصداع. بنتكلم عن الصداع التوتري، التوتر الضغوط النفسية، أحيانا الإجهاد، أحيانا قلة شرب السوائل، الإسراف في تعاطي بعض الأدوية أو الكافيين. لكن اللي أشوفه صراحة الشيء السبب الرئيسي اللي أشوفه مهمل في مجتمعنا، وكثير من المرضى يعني قد يتهاونون فيه، قلة النوم. كثير من المرضى يعني يجيك كذا يقول لك مصدع 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 ومو عارف ايش السبب، ولما تسأل تم تدخل معاه في الموضوع تلقى الرجال أو الأنثى ما ينام. فهذه الأساس شائعة جدا، اضطرابات النوم هي من أكبر الأسباب المسببة للصداع عندنا في مجتمعنا. جميل دكتور عبد الله، انت ذكرت قبل شويه انه قد يكون عرض من مرض، ممكن يكون عرض لمرض برضو. ايضا بالحديث عن بعض الامور، ممكن الان قبل شويه يعني عندي ضرس مشكله، فحسيت بصداع براسي من الم الضرس، ممكن يكون مثل الاشياء هذه البسيطه تسبب يعني صداع الدرجه هذه؟ ممكن، لان احيانا اعصاب الاسنان واعصاب فروه الراس وقشره الدماغ أو القشرة الخارجية للدماغ متصلة مع بعض، فبالتالي لما يكون في ألم فالضرس قد ينعكس ويرجع للرأس، فيصير يسمونه الألم الراجع. فهذا ممكن يعني برضه من ضمن أسباب الصداع اللي هو ألام الأسنان. يكون يطول الألم ولا على حسب المسبب، إذا كان مسبب يعني ما تعالج المسبب قد يستمر الألم إلى أن يتعالج المسبب. دكتور عبد الله، كثير احيان كمان بنربط الصداع بالسفر، سواء كان عبر الطيران، بري، بحري، كثير من الاحيان فعلا بنلاحظ انه لما بنسافر بيبدا معانا الصداع، ايش السبب وهل فعلا لهم علاقه؟ جميل، هو السفر طبعا بحد ذاته يعني هو يعني مصداق القرآن صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب. فالسفر طبعا فيه ارهاق، فيه جهد، فيه جهد، فيه مشقه، فبالتالي يعني صداع السفر إلى حد ما يصنف أقرب ما يكون لصداع التوتر، لأنه بسبب أنه غالبا يكون بسبب التوتر، بسبب الضغط، القلق من السفر نفسه، قلة النوم المصاحبة للسفر، وبرضه كذلك الجفاف اللي يحصل بسبب السفر. أنه واحد تلقاه مثلا ركب طيارة مثلا 13 ساعة تلقاه ما هو حريص أن يشرب سوائل، الضغط الجوي يمر عليه برضه، الضغط الجوي يلعب دور، مع أنه يعني إلى حد ما يعني في الطيارات الحديثة يكون أقل شوية بسبب أن الطيارات نفسها الضغط حقها مكيف مقنن، لكنه قد يلعب دور كذلك. دكتور عبد الله، الحين قاعدين نشوف أي ألم في الرأس، أي صداع، خذ هذه حبة رأس، هذه أعتقد أن لها أضرار ولها مشاكل، يعني مش كل مرة يصدع رأسنا ممكن ناكل حبة رأس، بغض النظر عن مسميات الشركات. لا هو طبعا يعني في المسكنات اللي يسمونها الاوفر ذا كاونتر او المسكنات الموجوده على اللي تؤخذ بدون وصفه، ممكن الواحد ياخذها، ما في حرج ان واحد ياخذها مثلا الباراسيتامول
طبعا بحاول اتجنب المصطلحات التجاريه حتى ما حتى ما اقع في اشكاليه. الباراسيتامول او المضادات الالتهابات ممكن ياخذها الواحد بدون اي حرج، ولكن اذا كان الموضوع مستمر ذيك الساعه يجب انه يستشير الطبيب المختص حتى يعرف هل الصداع عرض من مرض معين او انه من احد امراض الصداع المزمن اللي زي الشقيقه او العنقودي او التوتري، لان هذه تحتاج علاجات معينه. احيانا حتى بشوف صراحه الاشخاص اللي بيعانوا من الصداع الشقيقه او الصداع النصفي خلاص بيستمروا على هذه الادويه مسكنات الالم مسكنات الصداع، بيستمروا عليها وبيبداوا يتعودوا عليها وحتى الصداع بيبدا يزيد خلاص، يعني بيصيروا ما يقدروا يكملوا يومهم بدون ما ياخذوا هذه الادويه اكثر من 3 مرات ممكن في اليوم. فهل فعلا ممكن تزيد اعراض الصداع؟ نعم طبعا صداع العنقود صداع الشقيقه طبعا من ضمن الحاجات اللي لها مربوط فيها زي ما قلت في بدايه الحلقه ان قد من ضمن الاسباب اللي هو اللي يعتقد انه السبب انه هو اضطراب في الشرايين اللي تغذي القشره المحيطه بالدماغ. فهذا الاضطراب يعني فيه عامل وراثي، يعني في كثير من الاسر يكون تلقى عندهم تاريخ مرضي من صداع الشقيقه. في غالب الاحيان ولله الحمد يعني معظم المرضى يستجيبون بالعلاج الدوائي وتكون الموضوع يعني متحكم فيه، لكن في بعض المرضى للأسف يعني قد يكون الصداع جدا مؤزم ويحتاجون مثلا في أدوية فترة طويلة من الزمن، قد يحتاجون إجراءات معينة زي مثلا حقن بالبوتوكس حوالين الرقبة حوالين الأكتاف، وفي بعض الأحيان قد يحتاجون محفز للعصب القفوي. في طبعا في حاجة جديدة إلى حد ما يعني هذه ما هي يعني منتشرة حاليا اللي هي استخدام العلاج بالقسطرة للعلاج بالشقيقة اللي هو عن طريق القسطرة تدخل عن طريق اليد أو عن طريق الورك عن طريق تخدير الشرايين اللي تغذي القشرة الخارجية للدماغ يا تخديرها أو حقنها بغرة يعني سدها حتى يمنع تخفيف الألم. هاي طبعا هذه حاجة طالعة اليومين هذول وفي بعض هل هو علاج مؤقت يعتبر؟ لا يعتبر علاج التخدير طبعا علاج مؤقت ولكن اللي هو الغرة علاج دائم. جميل. دكتور عبد الله الان في الحديث عن اكثار المسكنات او انواع معينه ممكن يكون لها تاثير على المدى الطويل او حتى المدى القصير على وظائف الكبد والكلى وبشكل عام يعني جسم الانسان. اكيد طبعا طبعا الاكثار اكثار مسكنات بغير يعني وعي طبي لها اخطار زي ما تفضلت مشاكل على الكلى خصوصا مضادات الالتهاب او الباراسيتامول على مشاكل الكبد. لكن ما هو يعني لكن إذا كان الواحد يعاني من صداع يحتاج علاج. في طبعا علاجات غير المسكنات يعني زي مثلا الصداع مثلا الشقيقة أو صداع العنقودي في أدوية تمنع زي مثلا الأدوية اللي تتحكم في الشرايين زي اللي يسمونها أدوية التريبتان السيمتريبتان أو الريفرتريبتان. كذلك في أدوية مضادات التشنج زي التوبوراميت هو دواء تشنج لكنه أثبت أنه يشتغل على الصداع. فهذه الأدوية تؤخذ كأدوية وقائية عشان تخفف احتياج المريض للأدوية للمسكنات. جميل. بما أننا بنتحدث أيضا عن موضوع العلاجات أكيد أن العلاجات يعني بتختلف سواء كانت أدوية أو بعضها ممكن يحتاج الموضوع جراحة، فإيش العلاج لكل نوع من أنواع الصداع؟ إيش أنواع الصداع اللي يحتاج لها جراحة تحديدا؟ طبعا هو الصداع اللي بالفعل يحتاج جراحة يعني بشكل حتمي الصداع اللي يكون الصداع الهيكلي اللي بسبب هيكلي أو سبب احتوائي زي مثلا يكون بسبب أن هذا الصداع بسبب ورم في الدماغ أو يكون بسبب مثلا تشوه شرياني وريدي أو بسبب استسقاء في الدماغ. هذه الأسباب هذه ما فيها أي خلاف تحتاج جراحة لأن هذا السبب قد يؤثر على حياة المريض. نجي للأشياء الثانية اللي الصداع مثلا الصداع اللي ما لها أسباب هيكلية زي الصداع العنقودي أو الصداع النصفي هذه طبعا الدور الجراحي فيها يعني يترك لآخر شيء. من ضمن الأسباب زي ما قلت من ضمن الطرق زي ما قلتها الحقن البوتوكس زي مثلا اللي هو التحفيز العصبي للعصب القفوي أحيانا التحفيز العميق للدماغ بس هذه تترك للأخير لأنها ما هي العلاج المعياري. العلاج المعياري للأدوية هذه تعتبر جراحية هذه العلاجات تعتبر جراحية في حال عدم نجاح الأدوية لها. جميل. دكتور عبد الله إحنا كل على قولتهم كل شيء برأسها المسكين اللي هي القهوة إذا صدعنا قلنا هاتوا قهوة خلونا نشرب وإذا شربنا قهوة برضو زاد عندنا أحيانا الصداع. يعني ما مدى مثلا حقيقة إنه أنا الآن إذا ما شربت قهوة صدعت وإذا شربت راح الصداع؟
هو طبعا يعني الافراط في القهوه بحيث ان مثلا الواحد يتعدى اكثر من 4 أكواب في اليوم ما هو شيء طيب، لانه يولد نوع من الاعتماد عليها، وبرضه تدخل في اعراض الجانبيه حقت القهوه زي مثلا الخفقان والشغلات هذه. فاعتقد ان الاعتدال في الشيء طيب. طيب كيف تاثر على نفسيتنا؟ هل هي فعلا وسوسه ولا اعتقاد انه اذا شربت القهوه راح الصداع؟ انسحاب، تكون اعراض انسحابيه. لذلك الواحد تذكر الواحد اذا جاء بدايه شهر رمضان المبارك، يعني الناس متعودين على القهوه كثير، اول يومين 3 أيام يكون مصدع جدا لانه عنده اعراض انسحابيه من القهوه. والعصبيه تؤدي والصداع عفوا بيؤدي للعصبيه، ويعني ندخل في دائره مفرغه. بالضبط. طيب خلينا نتكلم ما كمان، ايش في انشطه طرق ممكن الواحد يحاول عن طريقه انه هو على الاقل يهدئ من اعراض الصداع، مثلا رياضه، نوعيه الاكل؟ طبعا بالنسبه للصداع زي مثلا صداع الشقيقه او صداع العنقودي، في بعض المرضى يقول انا مثلا يعرف مثلا اذا مثلا تعرض للضوء يجي صداع، او مثلا تعرض مثلا اصوات عاليه تجي صداع، او مثلا تعرض لروائح معينه او اكل معين يجي الصداع هذا، فبالتالي يتجنب المثيرات. هذا رقم واحد. رقم اثنين اللي هو يعني اعطاء نفس الراحه، ان الواحد خلاص انه يحاول يقلل التوتر، يبعد عن الحاجات اللي توتره، الحاجات اللي تزعله وتنرفزه، على قولتهم يعني يعطيها طناش على قولتهم. يكبر راسه. يكبر راسه، هذه لازم تكبير الراس ضروري الايام هذه. طيب الشيء الاخر واللي صراحه الشيء المغفل اللي هو الرياضه. الرياضه الرياضه الرياضه، كل ما الواحد مارس الرياضه اكثر كل ما خف التوتر عليه، كل ما خفت نسبه الصداع عليه. لكن يمكن بعض الاشخاص اللي بيعانوا من الصداع النصفي يقول انه لا، الرياضه ممكن تسبب لي صداع. لا، مو صحيح. غير صحيح. لا غير صحيح، بالعكس الواحد كل ما مارس الرياضه وتعمق في الرياضه بالعكس يكون افضل. هذا ممكن يسوي دايت ويحرم نفسه يصدع، فاغلب الناس صارت تربطها كذا. طيب دكتور، احنا عشان نختصر على الناس الان، ويعني كثير ممكن لما يروح المستشفى مثلا يعني يطلب تشخيص ايش المشكله اللي عندك، انا ابغاك بس تشرح لي اماكن الصداع بالراس، انا وين اروح؟ اروح طبيب مخ واعصاب، او اروح طبيب اذن وحنجره؟ يعني انا ابغى نختصر للناس. طيب يعني الصداع، عشان نكون واضحين، الصداع عرض شائع جدا، زين، فبالتالي يعني وفي الغالب انه شيء بسيط ويتعالج، ما تحتاج انك تشوف الطبيب الاستشاري او طبيب متخصص. لكن بنظري الشخصي اعتقد يعني، ومن ناحيه يعني اقتصاديه، ومن ناحيه عشان ما يكون في خلل في النظام الصحي، افضل واحد يبدا فيه اللي هو طبيب الاسره، انك تبدا بطبيب الاسره، الطبيب العام اللي يتابعك، اللي يشوفك ويتابعك. بعد كذا اذا ما تحسنت الامور يحولك لطبيب الاعصاب، وطبيب الاعصاب بعد كذا يبدا يا اما انه يعالج سبب الصداع اذا تبين بالاشعه انه ما في سبب معين هيكلي يحتاج مثلا جراح مخ واعصاب، او يحتاج طبيب انف واذن، جراح انف واذن حنجره، يبدا العلاجات بالادويه ان شاء الله باذن الله. يعني الصراحه الموضوع يمكن شويه معقد، لانه مثل ما ذكرت يعني كل نوع من انواع الصداع بيكون بسبب شيء مختلف، ففعلا الواحد احيانا ما بيعرف فين يروح. اكيد دكتور عبد الله اليوم حبينا كذا ناخذ منك بعض النصائح، خصوصا ان الصداع من الاشياء اللي كثير من الاشخاص بيعانوا منها وما عندنا وعي كافي. يعني زي ما قلت من قبل، يعني النصائح المهمه بالنسبه للصداع ان الواحد يتجنب المحفزات المثيره له، الحفاظ على الراحة النفسية والاستقرار النفسي، وكذلك اللي هي مثلا شرب السوائل بشكل كويس، تجنب الجفاف، وتجنب المحفزات المثيرات للصداع. ما ادري هل جاوبت سؤالك، لاني اعتقد انه لا، اكيد انها نصائح مهمه. في النهايه نحن اهم شيء الوقايه قبل العلاج، مثل ما دام نقول، وهذه كلها اشياء مثل ما ذكرت تعتبر محفزه للصداع. نامو كويس، نام كويس، هذه أهم نصيحة. نام كويس. هذه النصيحة كيف أنام؟ لازم دبرها، شوف يمين يسار. أنت لو خففت قهوة قللت قهوة يا نادر حتنام. أنا هذه القهوة لما قال لي قبل شوية الدكتور أنها تسبب مشاكل نزلتها على طول، صرت ولد مؤدب ومسكت الآيباد. عموماً حنا نشكرك الدكتور عبد الله العبيد، استشاري جراحة مخ وأعصاب، شكراً جزيلاً لك، أثريت الحلقة بوجودك معنا. يعطيكم العافية، شرف لي، شكراً جزيلاً. الله يعطيك العافية. أكيد مشاهدينا احنا مستمرين معكم في حلقتنا اليوم، وفيها بعد الفاصل فوائد الداش كام في حفظ الحقوق، خليكم قريب. حياكم الله مشاهدينا من جديد.
الداش كام ضرورة لابد منها حتى متها علينا ظروف الطرق، حوادث المركبات ومشاكل أخرى قد تواجهنا بدون سابق إنذار، وأكيد أننا نحتاجها لتقديم تسجيلاتها كدليل رقمي في حال اختلافنا مع طرف آخر في حادث مروري أو مشاجرة للحفاظ على حقوقنا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير خلنا نتابع. يحرص الكثيرون اليوم على تركيب الداش كام في مركباتهم لتكون شاهداً رقمياً لهم في حال وقوع حادث مروري أو جنائي. تعني الداش كام كاميرا طبلون، وسميت بذلك لتثبيت الكاميرا البدائي في الثمانينات على طبلون مركبات الشرطة في أمريكا، ومع التطور التقني اكتسبت هذا الاسم حتى يومنا الحالي. يمكننا وصف الداش كام بجهاز صغير يثبت عادة على لوحة القيادة أو زجاج السيارة الأمامي، وتستخدم لتسجيل الفيديو والصوت أثناء قيادة السيارة. تمتاز بقدرتها على توثيق الحوادث المرورية، حيث يمكن استخدام تسجيلات الفيديو كدليل مرئي دقيق لتحديد المسؤولية في حال حدوث نزاعات أو مشاكل مع السلطات المرورية أو السائقين الآخرين. كما يمكن استخدام تسجيلاته في توثيق الاعتداءات كالتحرش والتجني، وتعتبر قرينة في كشف الجريمة. تختلف نوعية الداش كام من شركة لأخرى، منها ما يأتي بعدسة أمامية وبعضها بعدستين أمامية وخلفية، وتضم بعض الأنواع منها ثلاث عدسات أمامية وخلفية وداخل المركبة، وتختلف دقتها حسب سعرها، إلى أن أفضلها 4K حيث تتميز بوضوح تسجيلاتها ورصد أرقام لوحات المركبات وملامح الأشخاص بوضوح، وتتفرد بعضها بنظام التسجيل بوضع الوقوف والذي يمكنها من الاستمرار في التسجيل والمركبة في وضع عدم التشغيل، وهذا ما يوفر الحماية من السرقة والمراقبة للسيارة على مدار الساعة. وتتميز أنواع منها بنظام التتبع لوجود شريحة بيانات بداخلها تمكن المستخدم من فتح كاميرتها ومعرفة موقع المركبة عن بعد ومتابعة خط سيرها وحالة وقوفها، وتشعره بتنبيهات في حال تعرضها لاهتزاز أو اصطدام. لا تقتصر ميزات الداش كام على توثيق الحوادث فحسب، بل تمتد إلى توثيق رحلات القيادة ومشاركتها مع الآخرين مثل رحلات السياحة أو المغامرة، علاوة على اقتناص وتسجيل المناظر الطبيعية والمشاهد الخلابة والمقاطع الطريفة. فهل سبق وأن ساهم تسجيل الداش كام في كشف تفاصيل حادث كنت طرفا فيه؟ أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام، أكيد تبعنا تقرير عن الداش كام. نتكلم اليوم عن الداش كام بشكل أوسع، أنه الناس الآن صارت تربط، مجرد ما أقول داش كام خلاص يربط أنه الموضوع في السيارات. عشان كذا اليوم راح نتكلم بشكل أوسع، بيكون معنا ضيوفنا عبر اتصال الرقم. ينضم إلينا المهندس تقنية المعلومات المهندس ناصر التميمي عبر الاتصال الرقمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فيصل، حياك الله. طيب على ما يجهز فيصل، انا برحب بضيفي معي في الاستوديو المهندس طارق عبيد. اهلا وسهلا فيك مهندس. حياك الله اخوي نادري، هلا. احنا قاعدين نتكلم عن الداش كام، وراح نتكلم اليوم عن وجهات نظر خلينا نقول متضاربه، لكن خلينا نتكلم في الموجود عندنا الان. الان اغلب الناس لما نقول داش كام يجي في باله كاميرا السياره بس، يعني ما يعرف انه الداش كام يتفرع لامور كثيره. بالبدايه خلينا نعرف الداش كام انواعه وبيجي في الموضوع هذا بشكل اوسع. الداش كام زي ما تفضلت هي كاميرا فيديو تسجل في السياره، في العادة تركب على زجاج السيارة أو على طبلون السيارة. تختلف أنواعها حسب هي كاميرا داخلية، كاميرا خارجية، كاميرا أمامية، خلفية، حسب حاجة العميل إيش يحتاجه بالضبط تكون في داش كام مناسبة لي. جميل، أكيد يعني باختلاف أنواعها لما الشخص حاب أنه هو يشتري داش كام لازم يكون عنده خبرة بهذه الأنواع، المميزات، الاختلافات ما بينها. فإيش الأشياء اللي لازم نحرص أنها تكون موجودة بالداش كام قبل ما نشتريها؟ أرجع أقول لك هي حسب حاجتك أنت تحتاجيها ليش. لكن فهنا يجي لي كم كاميرا أمامية، داخلية، خلفية، جانبية. دقة الصورة حقت الكاميرا هي يمكن شيء أساسي، نسمع اللي هي 4K و2K، هذه دقة الصورة. المعالج حقها يأثر في الموضوع أكيد، حساسية العدسة أو البرمجيات في وسط الكاميرا نفسها، الخصائص الثانية اللي هي تسجيل عند الوقوف، تسجيل عند الحركة، تسجيل في الليل،
كلها تختلف من 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 كاميرا للثانية. كمان نجي اللي هي تبغاها تتبع عن بعد، مراقبة عن طريق الجوال، تبغى فيها شريحة جوال. حلو، تطور الموضوع، أتوسع جدا. وصار في الآن كاميرات يعني حسب الحاجة بأنواع متعددة. جميل جدا. حنا أكيد سألنا الجمهور ومتابعينا عبر منصة إكس عن مدى احتياج، أو هل يرون أنه الداش كام ضرورة في كل مكان أو كاستخدامات؟ 20% قالوا لا، 80% قالوا نعم. هل 20% هذولا ممكن هم مو مقتنعين فيها؟ ممكن يكون إيش هي الأسباب اللي تتوقع أنه في ناس لسه ما اقتنعت في الداش كام؟ والله أنا أشوفها يعني الله لا يحوجنا ليها، إحنا نركبها في السيارة، والله لا يحوجك إنك تشوف تسجيلاتها. إذا كنت تبغاها مثلاً للحماية في الحوادث وفي الشر، صدم، شغلات زي كذا. في ناس تحتاج الداش كام لتصوير محتوى، يحب يشاركه مع أهله، يحب ينشره في منصات اجتماعية. كثير قاعدين نشوفه الآن صار محتوى صراحة للجميع، لو يروح بقالة شاف له قطو متعدي من قدامه صوره ونزله. صحيح. فخذ لك تعليقات. وفي نفس الوقت في ناس يحتاجوها من نواحي، لا أنا أحتاج أن أراقب أولادي في السيارة، أحتاج أشوف السواق كيف قيادته، متهورة، عاقلة، أقدر أتخاطب وأتحدث معاه أو مع الأولاد في السيارة. للشركات وللباصات المدارس توسع الموضوع أكثر، تصير في مثلاً 5-6 كاميرات في نفس الباص، عداد بيعد كم واحد دخل كم واحد نزل. تطور الموضوع وتوسع وتشعب لشغلات كثير. لا هي فعلاً جداً مطورة، ما توقعت ممكن لهذه الدرجة. والحلو أنه يعني لها الكثير من الاستخدامات، يعني كنا بنفكر أن الموضوع بس عشان لو حصل حادث لا سمح الله نقدر نحفظ حقوقنا، لكن لو فعلاً حطينا في هذا الموقف هل نقدر نستخدم تسجيلاتها كدليل؟ والله أعتقد هو التسجيل بحد ذاته ووضع الداش كام في السيارة، نظام مرور ما في مشكلة معاه، مدام أن هي ما بت يعني ما بتضايق السائق في الرؤية الأمامية، الخلفية، الجانبية، وفي نفس الوقت ما بنشغل فيها أنه هي أثناء القيادة. التسجيل حقه أكيد حيساعد الشخص في إثبات حقه في حال حدوث حادث أو في حال حدوث ضرر للسيارة وهو غير متواجد، يبان مين اللي سوى، مين اللي دخل على الثاني، مين اللي خبط. صحيح. توضح الشغلات أكيد، توضح في الشركات التأمين، لمسؤولي نجم، للشرطة. جميل. طيب مهندس طارق، إحنا قاعدين نشوف السوق ما شاء الله تبارك الله بحر من نوع الكاميرات. أنا من الناس اللي صراحة لحد الآن كل يوم بقول بركب سيارتي ما ركبت، أوكي، لأني أبلش كل شوي حصل نوع، كل شوي حصل سعر. أنا قاعد أشوفك ما شاء الله تبارك الله جيب لنا أنواع وأشكال، أنا ودي يعني كذا نتعرف مثلا على أنواعهم، على إيش الأفضل، على مزاياهم. يعني مثل الكاميرا هذه، أنا قاعد أشوف أنها كاميرا بس أنا ماني عارف إيش هي صراحة، فخلي المشاهدين برضو يشوفونها وتشرح لنا أنت إيش هي الكاميرا وإيش ميزاتها. كمثال هذه داشكا كاميرا تتركب على الخوذة، فمثلا مناسبه لسوق الدراجات الناريه، اللي بيسوق المركبات القياديه الرياضيه، اي حد بيلبس الخوذه على راسه ممكن تثبت على الجنب هنا. يعني هذه للخوذ للدبابات والاشياء بشكل عام. بالضبط، فصير ممكن تصير تصور في وكثير ناس يركبونها يستخدمونها السيارات. ايوه كثير. بالنسبه للدراجات احنا عندنا درجات خفيفه في البلد ما هي كثيره، لكنها ليها برضو محبينها. لا يا ليت تستخدموها الصراحة، لأن أنا بالنسبة لي يعني موضوع الدراجات النارية جدا مرعب، ولازم يعني الواحد ياخذ احتياطاته. يوثق اللحظات الأخيرة يعني يا ريت. لا لا تقول زي كذا يا نادر. وأكيد المرعب، أنا قاعدين نشوف في تهور صراحة في سياقة الدبابات النارية، فممكن مثل هذه يعني قل شوية. بالضبط، تكون مفيدة يعني. في الثانية اللي جنبك مثلا أخ نادر، هذه مخصصة للمركبات الرياضية مثلا زي الجيتسكي، الأبوات، تتحمل المويه، تتحمل الحراره، تتحمل الشغلات. اماميه خلفيه كمان زي ما انت شايف فيها كاميرتين، مناسبه للفئه هذه من المركبات. ايش دقتها او ايش المدى او ابعادها، او اذا فيها سنسر مثلا يشتغل مثلا على وقوع الحوادث او على مرور اشخاص؟ طيب مثلا حقت المركبات الرياضيه المواصفات حقتها تكون اقل من حقت السيارات في الشغلات هذه. مثلا لو حقت السيارات نتكلم عليها حتكون فيها مميزات اقوى. هذه كمثال، هذه الان عندك هذه اماميه داخليه. ايوه حلو. تمام. فقط داخليه. تمام، الشبكه اماميه داخليه من هنا قدام، هذه امام السياره. اوكي. والجهه الثانيه هنا برضو من داخل السياره. عفوا، بالعكس، هذه الخارجيه، هذه برا، هذه برا، وهذه جوا الثانيه. ايوه. فهذه فيها تركب شريحه جوال، شريحه بيانات، فبالتالي ممكن عن طريق جوالي اني اخش على الكاميرا
أشوف الكاميرا الأمامية والداخلية، أتواصل مع الرايك داخل السيارة. صوت وصورة؟ صوت وصورة. تقدر تشوف الصورة لايف طول الوقت، وتقدر تفتح المايك تتحدث معه من في السيارة. مناسبة جدا تكون مثلا للعوائل، للأطفال، للسائقين. كيف دقتها؟ هل نقدر نشوف مثلا لوحات السيارات بدقة؟ اللوحات ما في أحد، ما في كاميرا تقول لك أنا أقدر أضمن لك أشوف اللوحة حق السيارة. يخش فيها أكثر من موضوع، درجة الضوء، سرعة السيارة، الحركة، اللوحة واضحة ما هي واضحة، انعكاس يعني النور عليها، زجاج السيارة النور كيف خابط، يعني عارف ما حد يقدر يضمن لك إنه هو زي كاميرا الجوال يعني تقريبا. بس طبعا أدائها أضعف من كاميرا الجوال شوية في الشغلات هذه. طبعا كل ما طلعت دقة الكاميرا كل ما كانت أحسن، فأكيد الـ 2K لا الـ 4K حتكون صورتها أوضح، 720 صورتها أقل. أي واحدة هذه وأنا معنى كمثال؟ هذه لا، هذه حاليا هذه 4K أمامي، هذه فقط أمامي، هذه تيجي ثلاث كاميرات، شوف الاثنين اللي معها الثانيين اللي جنبها اللي معها هنا بس بالضبط تمام. هذه تيجي أمامية، داخلية، خلفية. جميل. الأمامية 4K، الخلفية 2K، والداخلية 1080 اللي هي الفول اتش دي. طبعا فيها شاشة نفس اللحظة. وفيها شاشة عشان يصير تسهل التحكم في خصائص الكاميرا. يعني معناته فيه زباين يحبون يغطون جميع الزوايا للسيارة؟ أكيد. يعني كل سيارة بشكل دائري يحب يغطيها، موجود كثير؟ يبغالك عاد لا تضيف يمين ويسار. ما في ثلاثية أو رباعية تجي؟ في خماسية وسداسية كمان. طيب إيش طريقة عملها؟ الفكرة برضه تصير في كاميرا أمامية، كاميرا خلفية، أكثر من كاميرا داخلية. إذا كان عندك مثلاً باص تبغى تغطي باص مدارس، حافلة مدارس، فتقدر تركب أكثر من واحدة. تقدر تركب واحدة على الجهة اليمين، واحدة على الجهة اليسار، تكون خارجيات. بس طبعاً مو الكاميرات هذه لا، نوعيات أكبر من هذه. طيب حلو مهندس، خلينا نتكلم من أكثر ناس يجونكم صراحة، السيدات ولا الشباب يركبون يعني؟ ما في فرق فيها، ما تفرق الرجال عن السيدات. هم دائما عندهم فكرة أن السيدات دائما هم اللي بيركبوا الكاميرات لأن هم بيسووا حوادث أكثر، صح نادر؟ لا مو كذا قصدي، ممكن إحنا الشباب نركب لأنه خايفين منكم. لا إحنا نركب الكاميرات عشان نحافظ على حقوقنا ولأننا نلتزم بالقوانين أكثر، فأكيد حابين يعني نحافظ على حقوقنا. شوفي بقول لك شغله ريم، احنا الشباب نستخدمها كدليل. لا لا لا، احنا لما نركب الكاميرات كرجال، وممكن تصحح لي طارق في الموضوع هذا، انه يعني اقل شيء مثلا لا سمح الله صار مثلا حادث من طرف ثالث او طرف ثاني اختفى طلع، انا وثق حقي بالاخير يعني، بغض النظر دعابة انه نركبها عن السيدات، اكيد ان اغلبهم يعني ما شاء الله تبارك الله متمكنات بالسواقه. انا اقول الكلام هذا ريم جالسه في جنبي، ف خايف من بعض الكاميرات هذه توصلني. ف الآن برجع لموضوعي بالنسبة لتركيب الكاميرات في سيارات الشباب أو البنات. ممكن تكون يعني بعد ما تجيك أحد البنات وتقول أنا أبغى كاميرا خارجية فقط خصوصية، داخلية ممكن بعض ما يركب، صح ولا لا؟ هي الداخلية تحتاجها إذا بتعرف مثلا زي سيارات الأجرة، أقترح إنه هو لا يركبها لأنه ما تدري إيش يصير في وسط السيارة ما بين الراكب والقائد. بس البعض يبحث عن خصوصية حتى مع نفسه، ما يبغى يوثق إيش في داخل السيارة. حالياً الكاميرات موجودة في كل مول وفي كل متجر وفي كل شركة وفي كل، لكن داخل السيارة الموضوع يعني بيكون مختلف. من ناحية الأمنية إذا تحتاجيها ركبيها هذه، إذا ما تحتاجيها ممكن ينصح فيه السائقي التطبيقات بشكل أكبر. هذا قصدي، سيارات الأجرة والتطبيقات أغلبهم يفضل يركب كاميرا داخلية أساس يحمي نفسه من الراكب، والراكب برضو يكون كويس. إنك ذكرت لنا هذه المعلومة، يعني معلومة ما كنت أعرفها الصراحة، إنه ممكن ما نتوقع إنه فعلًا حتى سيارات الأجرة وتطبيقات التوصيل ممكن يكون فيها كاميرات داخل السيارة. هي من ناحية تبغيها من ناحية الأمنية أفضل. هي أنا أعتقد إنها زمية، وحتى لو ما كانت زمية هذه حاجة مهمة. طيب الآن ذكرت قبل شوي، أنا كان ودي صراحة إنك يعني تسوي لنا تجربة ونشوف يعني لو كنت رابط مثلا كاميرا مثلا في جوالك كيف ممكن الشخص يتحكم ويتابع وهو جالس مثلا في بيته ويشوف مثلا او يراقب سير العمل مثلا او مثلا يكون في سيارته، لانه كثير قاعدين نشوف الان، خصوصا انا بتكلم عن موضوع الشرايح الان. مثلا عندي اطفال يوصلهم السائق للمدرسه، ابغى اركب مثلا شريحه تتبع في البدايه، وابغى اراقب نظام السياره من ناحيه بنزين، من ناحيه كل شيء في السياره، ممكن احصل نوع يخدمني يوفر لي هالشيء هذا؟ اكيد موجود. ايش هو موجود. كيف طريقته؟ تبدا من الابسط وحده اللي هي امامنا هذه اللي هي داخليه. اي وحده اللي قبل شوي؟ هذه هذيك اللي هناك. هنا هذه اماميه وداخليه، شريحه جوال. عن طريق التطبيق تقدر تدخل عليها،
في نفس الوقت تشتغل السيارة تبعت لك تنبيه على الجوال عندك على التطبيق حقها. حلو. السيارة اشتغلت وتجيب لك مثلا صورة لواجهة السيارة ولداخل السيارة. انطفت السيارة برضو يبعت لك تنبيه الطيارة انطفت يبعت لك صورة في تحديد مواقع طبعا هي. وأكيد بالموقع. وفي نفس الوقت تقدر تخش من التطبيق عليها وتتابعها وهي ماشية على الخريطة وتشوف الكاميرا الأمامية والداخلية وتسمع وتتحدث مع من فصل السيارة. يعني الشريحة أقدر أخذها من شركات الاتصالات المتنوعة. أي شريحة بيانات أو أي بيانات. أي شريحة. يعني الموضوع سهل يا جماعة الخير، شريحة بيانات بس تشبكها وتحدد لك الموقع، اشتغلت السيارة يجيك برضو تنبيه، أو حتى السيارة تحركت. يعني بشكل عام أنا أعتقد إنه مثل هالأشياء هذه مهمة اللي عندهم أطفال واللي عندهم سائقين يوصلون أيضا عوائلهم وبرضو يقدرون يحفظون منها فيديوهات أعتقد بشكل. أكيد موسع. أكيد طبعا. طبعا الفيديو لما تسحبه من نفس الشريحه والتسجيل فيها حيكون بدقه اعلى من الفيديو اللي بتشوفه انت عن طريق الارسال عن طريق البيانات. جميل. في نوع ثاني اللي جنبها هذه اللي هي هذه. جميل. هذه مثلا اماميه وخلفيه تجي مع كاميرا ثانيه خلفيه في نفس الوقت تنشبك على شريحه الجوال. حلو. بس هذه مثلا ما راقب اللي في وسط السياره. لهذه الامن سيارتي انا. تمام. فمثلا بتصور طبعا 24 ساعه حتى السياره مش غاله، حتى السياره واقفه طبعا كلها نقدر نربطها احنا على بطاريه السياره فبالتالي يصير ايش يشتغل 24 ساعه. هذه مثلا ما اقدر اتصل على ما اشوف اللي جوا لكن اقدر اشوف امام وخلف السياره. احدد موقعها تديني تنبيه اشتغلت انطفت تحدد غير وضعها تغير مكانها. يعني فهذا الفرق. سؤال أخير بس ما مدى صحة أن يقول لك الكاميرا تصور 24 ساعة؟ مضبوط. موجود الشيء هذا؟ موجود. ربط الكاميرا بالسيارة يكون عن طريق عن طريق شاحن الولاعة اللي بالسيارة زي الجوال فبالتالي حتشتغل وقت ما تكون السيارة شغالة. أيوة. لما تطفي السيارة تحتاج أنك توصلها يا بعلبة الفيوز حق السيارة أو عن طريق مدخل الـ OBD اللي موجود تحت لوحة القيادة. وأيهم أفضل OBD ولا الفيوز؟ حسب كل زبون أو كل عميل وكل سيارة تختلف عن الثانية. الOBD أسهل في التركيب ما يبغى لها لعب كهرباء كثير ما يبغى لها شغل علبة الفيوز. نتجنب الجدالات اللي تصير مع بعض الشركات إنه تلغى الضمان وما تلغى الضمان والكلام هذا. لكن في نفس الوقت علبة الفيوز آمنة جدا ما فيها أي مشاكل. أهم شيء إنه يركبها يكون عارف يشبكها فين في علبة في السيارة تسجل 24 ساعة. بس بالتالي حتى السيارة واقفة في الليل أنت مسافر السيارة قاعدة تسجل تختلف من نوع لنوع هي حساسة حركة حساسة انصدام فبعضها مثلا بمجرد أنه أحد يعدي جنب السيارة أمامها أو يمينها تحس بالحركة هذه فتبدأ تسجل. بعضها لا لازم يكون في اهتزاز أو خبط في السيارة وتبدأ تسجل. بعضها التسجيل متواصل طول الوقت. أكيد أن الأنواع بتختلف. وشكرا لك مهندس طارق العبيد، يعني اليوم كذا أعطيتنا معلومات أكثر وحتى شفنا الكاميرات قدامها الاختلافات ما بينها وأكيد كل شخص وحاجته في النهاية. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. حياك الله. تسلمي. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم وبعد الفاصل آخر أخبار التقنية خليكم قريبين. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية واليوم حناخذكم لآخر أخبار التقنية. وأكيد كم مرة جلسنا نفاضل بين الخيارات التقنية اللي ودنا نستخدمها وتكون جزء من أسلوب العمل أو الحياة بشكل عام، وكيف كمان بتأثر علينا التقنيات الحديثة اللي بتقدمها الشركات في تسهيل الحياة. اليوم راح ناخذكم في جولة لأحدث الأخبار التقنية اللي راح نستعرضها معاكم مشاهدينا في برنامجكم ستوديو SBC. والبداية مع جوجل اللي بتتخذ إجراءات صارمة لرفع جودة تطبيقات أندرويد. طبعاً طلبت جوجل من مطوري التطبيقات الجدد اختبار تطبيقاتهم مع ما لا يقل عن 20 شخص لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل إطلاقها للجمهور العام عبر متجر بلاي. راح يبدأ تطبيق هذا القرار في الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن تمنح هذه الفترة الزمنية المطورين الفرصة للكشف عن معظم الأخطاء الكبيرة وحلها. أكيد ريم مثل الخطوة هذه صراحة جميلة ورائعة سواء للمطورين أو لنا إحنا كمستخدمين. إحنا عارفين اللي قاعد يفاضل بين متجر جوجل أو حتى الأب ستور. الأب ستور مو أي أحد يقدر ينزل التطبيق، لازم يخضع لتقييم، لازم يخضع لشروط، لازم يخضع أيضا لدفع، بعكس جوجل اللي على طول دخل تطبيقك ومشي الموضوع
وبعد فترة ممكن يكون مخالف ويشترون لك التطبيق. الآن لا، هم بيحاولون يعني يقول لك ما تدخل التطبيق في المتجر عندنا إلا هو جاهز ومستوفي الشروط. فمثل هالأشياء هذه ممكن أنها تضيف أيضا يعني خاصية جميلة، وأنها تساعد أيضا المستخدمين خصوصا بحصولهم على معدلات تثبيت أعلى بثلاث مرات مقارنة باللي أيضا ما يفعلون هالشيء. يعني كما يحصل هؤلاء المطورون أيضا على مزيد من التفاعل مع تطبيقاتهم وألعابهم. وشهدت تطبيقات أندرويد تحسناً كبيراً على مدار السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك لشركة جوجل اللي تدخلت باستمرار وأوضعت قوانين ولوائح جديدة عشان تحسن جودة وسلامة التطبيقات، واللي تعد الاختبارات الإضافية الإلزامية سياسة جوجل الهادفة إلى تحسين جودة التطبيقات المتاحة في متجر بلاي. صراحة خطوة جدا جميلة. يعني كثير من الأحيان بتشوف إن بعض التطبيقات بتنزل وما بتكون جاهزة بشكل كامل، فأكيد إن خطوة إنه بيكون في مطورين بيستخدموا هذه التطبيقات قبل نزولها لنا على المتجر، أكيد إنها راح تساعد في جودة التطبيقات. وخلينا كمان ناخذكم لآبل. طبعا آبل بتختبر إضافة تصميم ثقب الشاشة في هواتف آيفون 16 برو. تختبر شركة هاتف آيفون 16 برو بيعتمد على وجود ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية ونظام تعرف الوجوه Face ID. وكمان قدمت آبل تصميم الجزيرة التفاعلية أو Dynamic Island في هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس العام الماضي، ولا يزال حتى الآن موضع للإعجاب والانتقاد معا. وبحسب التسريبات الأخيرة فإن آبل تختبر حاليا نسخة أولية من هواتف آيفون 16 برو بثقب في أعلى الشاشة بدلا من تصميم الجزيرة التفاعلية البيضاوي الشكل. أكيد ريم، يتمتع تصميم الجزيرة التفاعلية بتكامل فريد مع نظام التشغيل والتطبيقات لعرض المعلومات والإشعارات. وتختبر آبل أيضا في الوقت الحالي إمكانية وضع نظام تعرف الوجوه فيس آي دي تحت الشاشة، وهو قد يسمح لها باعتماد تصميم ثقب الشاشة الأصغر حجما ليضم الكاميرا الأمامية فقط. فأعتقد ريم الآن احنا قاعدين نشوف الآيفون التعرف على الوجه خصوصا الفيس آي دي. يعني نتذكر حتى في أزمة كورونا إيش سوت آبل، وضعت التعرف من خلال الكمام، يعني تكون حاط الكمام يتعرف عليك. حتى أيضا سهلت أنه بالخدمة الجميلة هذه حتى لو السيدات يحطون مكياج، يعني لو كان مكياج مكثف يتعرف عليك أيضا. فأعتقد الخدمة هذه جميلة. لكن أنا شاك بحاجة ريم، لو واحد جاك خطفك بالقوة الجبرية مثلا وفتح الجوال، إيش حصل؟ يبين لهم انك مخطوف؟ ما اعرف لا كيف راح يبين لهم انك ما ادري انك معصب وكذا. يعني التقنيه جدا مطوره صراحه، يعني نادر ممكن فعلا يحصل الموضوع. لكن انا عندي مشكله صراحه مع الفيس اي دي. تخيل ان انا جوالي وجوال اختي، يعني بقدر افتح جوال اختي بالفيس اي دي حقي. اها هنا في تشابه، هنا في مشكله، هنا راح ارفع قضيه على ابل على هذا الموضوع. بس بقول لك شغله ريم، انا مره كنت ابغى افتح جوال اخوي ابغى اخذ منه حاجه، كان نايم يا جماعه الخير، حاولت اصحيه يا محمد قوم ما نفع. أجي بطريقة أخرى خليته يفتح عيونه، أول ما فتح عيونه والجوال قدامه يفتح وأمشي صح على طول صح وقاعد يلحقني. عموما خلينا كمان نروح من مايكروسوفت من آبل لمايكروسوفت. طبعا مايكروسوفت تمنع مؤقتا وصول الموظفين إلى تشات جي بي تي. قيدت مايكروسوفت وصول موظفيها مؤقتا إلى تشات جي بي تي، مع إنه شركة البرمجيات استثمرت مليارات الدولارات في أوبن أي آي، ومنعت عمالقة البرمجيات الوصول إلى روبوت الدردشة لفترة وجيزة يوم الخميس، بعد تحذير الموظفين من أنه يشكل مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن. ومع أنها تراجعت في وقت لاحق عن هذه الخطوة، كمان مايكروسوفت قامت بتحديث داخلي وقالت لم يعد عددا من أدوات الذكاء الاصطناعي متاح للموظفين لاستخدامها بسبب المخاوف الأمنية والبيانات. أكيد ريم، مثل التقنية هذه مخيفة صراحة. أغلب الشركات صارت تخاف من الذكاء الاصطناعي اللي صار يهدد وصار يدق ناقوس الخطر.
تتكلمين عن شات جي بي تي يعني الآن أصبح مخيف، خصوصا لو يجيك الموظف يستخدمه من نفس خوادم وأجهزة الشركة. على طول الجهاز أو خلينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي هو متبدل بطبيعة حاله، هو متجدد ومواكب ويحدث بنفس اللحظة، فأعتقد بيصير مشاكل في سرقة البيانات وانتشارها يعني. صحيح، ممكن تصير مشاكل أمنية نادر. بالضبط، وهذا اللي قاعد يصير. فأكيد أنه لما نتكلم عن الوصول إلى شات جي بي تي عبر أجهزة الشركة، اللي فعلا وضحت مايكروسوفت أنه يظل موقع الويب بمنزلة خدمة خارجية غير تابعة لمايكروسوفت، مع أنهم يعني مستمرين في الأوبن إيل اللي تمتلك شات جي بي تي ضمانات داخلية علشان يمنعون الاستخدام غير السليم. هذه ريم يعني بعض الأخبار تتخصص يعني في الشركات العملاقة اللي يعني تخوف الناس صراحة وتخوف الشركات بأنفسها. بالضبط، هم ذكروا أنه ممكن يكون في مخاطر خصوصية، مخاطر أمنية، وأكيد أنه مثل هذه الشركات الكبيرة بتخاف من هذا الموضوع. شوف، هو أكيد أن التكنولوجيا سهلتنا حياتنا خصوصا الذكاء الاصطناعي، لكن أيضا أحيانا ممكن يكون الموضوع خطير، بيكون في أحيانا تعدي للخصوصية خصوصا زي ما قلنا مثل هذه الشركات الكبيرة. بالضبط ريم، أكيد بينا نتكلم عن يعني بعض الشركات الكبيرة والضخمة، راح نتكلم عن لعبة ضخمة، لعبة شغلت الناس وخلت عليها سير إدمان بشكل كبير يا ريم، وتوجهت الناس لها. لكن الخبر يقول لك جوجل تعرض 147 مليون دولار مقابل لعبة فورتنايت، حيث أكدت جوجل عرضها على شركة إيبك جيمز صفقة بقيمة 147 مليون دولار مقابل إطلاق لعبتها الشهيرة فورتنايت عبر متجرها لتطبيقات الأندرويد، حيث تهدف الشركة من خلال الصفقة إلى إيقاف تجاوز التطبيقات الشائعة لمتجر أندرويد الرسمي، وكمان إلى جانب ضمان رسوم الشراء المربحة داخل التطبيق. وبتشهد الصفقة توزيع الأموال على مدى 3 سنوات من التمويل الإضافي لناشر الألعاب، وذلك وفقاً لتصريحات بورنيمو كوتشيكار نائبة رئيس الشركة لتطبيقات وألعاب جوجل بلاي، مع أنه أبيك جيمز رفضت الصفقة، وأطلقت أبيك جيمز لعبة فورتنايت في عام 2018 لنظام أندرويد مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني متجنبة متجر جوجل بلاي. صراحة ما أعرف إيش اللي جداً مميز في هذه اللعبة لدرجة أنها هي يعني قيمتها 147 مليون دولار، أنا ما لعبتها صراحة. أنا أقول لك إيش المميز فيها، أنت تتكلمين عن أكثر من 270 مليون مستخدم على مستوى العالم، مع رقم كبير يا رقم ريم، جداً كبير، جداً كبير. وعلى فكرة ريم، ترى الرقم هذا قاعد ينزل، يعني كان حوالي 300 مليون واكثر سابقا. انا اتذكر اللعبه جات فتره كذا طلعت مره ترند، وكنا يعني كل احد كان بيلعب فورتنايت. بالضبط، وهم ترى خايفين الشركه من انه اللعبه ممكن تنزل، ولكنهم وضعوا بعض الدراسات اللي يقول لك ممكن لنهايه 2023 بيقررون هل اللعبه تبقى حيه أو ممكن أنه يحتاج إنعاش شوية وتدخل لعبة على الخط. شفنا صراحة يعني كل التطورات اللي بتصير في جوجل، فيمكن هذا السبب نادر هو اللي بيخلي جوجل حابة تشتري هذه اللعبة وتطور فيها أكثر. بالضبط، وعلى فكرة ريم، أنا أعتقد أنه من أكثر الأشياء اللي خلت الناس يتجهون للأب ستور أكثر، لأن اللعبة كان سهل تحميلها على الآيفون بعكس أجهزة الأندرويد اللي كانت معقدة بالبداية. يعني ما كانوا يقدرون صراحة في بداية المستخدمين إلا عن طريق تثبيت من خلال الأجهزة اللوحية أو حتى الحواسب الإلكترونية، فهذا ممكن هو السبب الرئيسي اللي خلى أب ستور يعني تتغنم شوية مستخدمين وصار الآيفون منتشر. صحيح، ممكن يكون هذا السبب نادر. وخلينا كمان نروح لميتا. ميتا تروج لنموذجها المدفوع الخالي من الإعلانات، وبيشوف مستخدمو فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي خيار نموذج الاشتراك دون إعلانات أو النموذج المجاني، إذ بدأت ميتا بمطالبة المستخدمين بالتسجيل للحصول على الإصدار المدفوع دون إعلانات من فيسبوك وإنستغرام اللي بتطلقوا في أوروبا. وبتطرح الشركة النموذج الجديد في الوقت اللي تستجيب فيه للوائح الخصوصية الجديدة في الاتحاد الأوروبي من خلال تحديد استخدام خدماتها مع الإعلانات المستهدفة بصفتها خياراً للمستخدمين. أكيد ريم، يعد الخيار أيضاً البديل الوحيد المتاح للانسحاب من إعلانات عبر فيسبوك وإنستغرام مقابل دفع نحو 20 دولار شهرياً. وظهرت النافذة المنبثقة للمستخدمين، وتوضح المطالبة الجديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون كل من فيسبوك وإنستغرام يحتاجون إلى دفع رسوم إضافية لتغطية كلا الحسابين. طبعا تبلغ رسوم الاشتراك دون إعلانات 10 يوروات شهريا عند الشراء عبر الويب
أو 13 يورو شهرياً عند الشراء عبر متاجر تطبيقات جوجل أو أبل، وأيضاً تغطي رسوم الاشتراك في الوقت الحالي جميع الحسابات المرتبطة. هل تشوف أن المبلغ يستاهل نادر؟ صراحة كبير، هو مبلغ كبير، أنت بتتكلم شهرياً فيعتبر صراحة كبير، يعني إحنا بس بدنا نتخلص من الإعلانات. بالضبط، فإحنا قاعدين نشوف الآن ممكن أنه تعتبر خطوة يعني المستخدمين ممكن أنه يخافون منها شوية، وعلى فكرة ترى هذه فيها ريسك كبير على الشركة، هي لما وضعت الشرط هذا ممكن مو كل المستخدمين راح يدفعون، ممكن راح يحذفون التطبيقات، فهذا يعتبر تحدي كبير لميتا أنه قد يستمر على الحال، مثل ما إحنا شفنا يوتيوب أيضا في وقت سابق ريم لما وضعت أيضا حد وأجبرت الطرف الثالث أنه يتوقف وصار ما في دفع للإعلانات إلا عن طريق يوتيوب بريميوم. لكن تعرف إيش المشكلة نادر؟ مثل هذه التطبيقات يعني أتوقع ما حد راح يستغني عنها، صعب أن نستغنى عنها، فيمكن أي خطوة قاموا فيها يعني هم متحكمين فينا الآن. بالضبط، فهو يعزوها يقول لك الاقتصاد الأوروبي تغير نوعا ما، لكن إن شاء الله إحنا ما جت لإحنا، ولو جت أنت عندك فيسبوك؟ لا أنا ما مو من محبي الفيسبوك الصراحة. عادي خلوها $100 في الشهر ما تفرق. ما أتوقع يعني فيسبوك من التطبيقات اللي هنا نستخدمها عندها خصوصا في السعودية بشكل كبير. صحيح بالضبط. عموما خلينا نروح لواتساب، واتساب أكيد كلنا بنستخدم واتساب، طبعا بتعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل، وتعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ، ورصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ولا يزال ذلك الخيار قيد التطوير، ومن المنتظر توفيره قريبا لكافة المستخدمين. وطبعا بتتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقا لتاريخ محدد، وبحسب ما يظهر في لقطات الشاشة المنشورة تظهر أيقونة التقويم في شريط البحث أعلى الشاشة عند استخدام ميزة البحث في المحادثات. أكيد ريم عند النقر عليها تظهر واجهة التقويم الجديدة لتحديد التاريخ المطلوب لإعادة فرز الرسائل في نتائج البحث، ومن الجدير بالذكر أن خيار البحث عن الرسائل حسب التاريخ هو حيكون متاح بالفعل في الأصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وأيضا جرى توفير حديثا لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب ويب. خليني أقول خطوة حلوة، لكن ترى يعني كثير ناس بيعقدوا موضوع البحث عن المحادثات عبر الواتساب. أنا أشوف الموضوع جدا سهل، أنت لو تذكرت كم جملة أو حتى كلمة من الأشياء اللي أنت قلتها في هذه المحادثة أو كتبتها في خانة البحث على طول حتطلع لك المحادثات، وهذا الشيء يمكن مو كثير ناس يعني يفكر انهم هم يسووه على طول. بالضبط ريم، لا تعلمين احد فيها، انا دائما اسويها صراحه. خلاص انا علمت المشاهدين كلهم. يعني فعلا والله ترى حركه يا جماعه الخير، مثلا انت متذكر رقم احد ما خزنت الرقم في اسمه، بس ذكرت انك قلت له وينك انا برا، راح اكتب الجمله هذه فوق في محرك البحث وينك انا برا، وعلى طول يطلع لك رقم وتطلع لك المحادثه. اكيد مشاهدين الكرام احنا مستمرين معكم في حلقتنا اليوم، وراح نتابع معكم ان شاء الله بعد الفاصل، خلوكم قريب. حي العين مشاهدي استديو اس بي سي، واكيد مكملين معكم فقراتنا. نرى الكثير من المنتجات عند تسوقنا بجوار نقطة الدفع الكاشير، وهذه المنتجات يطلق عليها سلع النزوة، حيث يعتمد هذا النوع من العرض للمنتجات تحفيزك على اتخاذ قرار فوري بالشراء بمجرد مشاهدتك لها. المزيد حول ذلك من خلال التقرير، خلونا نتابع. ليست كل قراراتنا في الشراء مبنية على احتياجاتنا الفعلية، فهنالك قرارات تغلب عليها العاطفة، وهذه هي الثغرة التي تعتمد عليها الشركات في طريقة تسويقها لمنتجاتها، فنجد منها سلعة النزوة، وهي السلعة التي يشتريها المستهلك بدون تخطيط مسبق لإشباع حاجة ورغبة طارئة ظهرت بمجرد مشاهدتها، تكون عادة موجودة بالقرب من نقاط الدفع في المتاجر أو يمين ويسار طابور الانتظار، ويسهل رؤيتها والحصول عليها مثل اللبان والشوكولاتة والسكاكر. يعتبر أسلوب سلعة النزوة الأكثر شيوعاً في بيع العديد من المنتجات التي تعتبر كسلعة نزوة، لذا تتنافس الشركات على وضع سلعة النزوة الخاصة بها جانب نقاط البيع التي يراها كل طابور الانتظار
أو على مستوى نظر الأطفال، وتلعب هذه السلعة على وتر العواطف، إذ لا يشتريها المستهلك بعد تفكير منطقي وعقلاني، وإنما لإشباع شعور طارئ ظهر فجأة بمجرد مشاهدتها أو نتيجة ضغط من أحد أفراد الأسرة، حيث يوقعه ذويه في حرج أمام الباعة والمتسوقين في الطابور، ما يدفع ذويه لشراء هذه السلعة مباشرة للخروج من مأزق المطالبة المتكررة وتفادياً للفت انتباه الآخرين. فهل سبق وأن اشتريت سلعة نزوة بعد مشاهدتها؟ وأكيد للحديث أكثر حول الموضوع ينضم لنا عبر الاتصال الرقمي دكتور سالم باشميل، الخبير الاقتصادي والمالي، ونقول له يا أهلا وسهلا فيك دكتور سالم، منورنا. أهلا وسهلا ريم، أهلا وسهلا نادر، الله يعطيكم العافية. حياك الله. في البداية دكتور سالم، حابين نعرف منك إيش العوامل اللي تدفعنا أننا نشتري هذه المنتجات بمجرد ما نشوفها عند الكاشير؟ يعني هل هو دافع عاطفي؟ إيش المشكلة؟ المشكلة فينا ولا فيهم؟ طيب ابتداء، لا المشكلة ما فيهم هم، بالعكس كثر خيرهم إنهم بيوفروا لنا هذه المنتجات وبيساعدونا في اقتناء ما نحتاج. المشكلة في أمرين، الأمر الأول إنه إحنا نكون مشترين يعني أشياء ثمينة بمبالغ كبيرة، فلما نيجي بأسلوب المقارنة بالأشياء اللي عند الكاشير الرخيصة اللي بثلاثة وخمسة وسبعة ريال نشعر إنها حاجة بسيطة، والعقل دائما عندما تتوقع حاجة كبيرة وترى حاجة صغيرة تقول أن الأمر سهل. فدائما اللي عند الكاشير هذه اللي هي تشجعنا على الشراء أن نشعر أنه مبلغها صغير. والأمر الثاني اللي يشجعنا أنها تكون أشياء إثارة فيها ألوان متعددة وأشياء خفيفة ولطيفة، فبالتالي هذه الأسبابين الأساسية، أنه ألوانها كثيرة ومغرية ونظن أنه المبلغ اللي هنصرف فيها مبلغ صغير. جميل دكتور سالم، للدرجة هذه يعني من زود الموضوع يعني هنقول خطير يطلق عليه مثلا سلع النزوة، أو أنه فعلا ممكن الشركات هذه الشيء هذا جاء مدروس بشكل يعني خلينا نقول علمي على نفسيات الناس وعلى رغباتهم، يعني مش محض صدفة الموضوع؟ لا أكيد. شوفوا أنا أقول لكم حاجة، التسويق علم، وهو علم قبل ما يكون علم إداري هو علم نفسي. صحيح. كيف يشعر الإنسان اللي قدامه أنه يشتري الحاجة، وهذا ترى كيف تصرف مالك. فلذلك أنا دائما ما ألوم يعني أخصائيين التسويق ومتخصصين في التسويق، أقول هذا شغلهم، لكن إحنا إرادتنا الشخصية لابد أن نتحكم فيها. فهي قضية خطيرة، إيوة ترى السفينة الكبيرة أخطر ما يكون عليها الثقب الصغير غير المدرك. الثقب الصغير هذا غير المدرك هو اللي ممكن يغرق السفينة. احنا حتى نقول في علم الأحياء انه 6 ملايين انسان يموت سنويا بسبب ايش؟ بسبب الناموسة الصغيرة البسيطة. الناموسة المالية بالنسبة لنا احنا في هذا الموضوع، الناموسة المالية هي هذه الاشياء، الاشياء البسيطة المتكررة اللي ما نشعر انها هتخرب الميزانية. وكل ذهاب الى السوبر ماركت نشتري منها، هذه عند اي زيارة نشتري منها، هذه اللي تغرق السفينة المالية. صحيح، يعني كثير من الأحيان دكتور سالم مثل ما ذكرت، هذه الأشياء اللي تكون معروضة عند الكاشير بتحسسنا أنها أشياء ضرورية، وبنشوف أن أسعارها ممكن يعني ما تكون مرتفعة مقارنة بأسعار المنتجات اللي بتكون في المتجر كله، فبنلاقي نفسنا اشترينا أشياء كثير، لما نرجع البيت بنستوعب أنه لا طب أنا ما كنت محتاجة كل هذه الأشياء. فهل نقدر نقول أن سلع النزوة عادة ما بتلبي احتياجاتنا، ولا هي فعلا أشياء ضرورية؟ لا، هي قضية أنه أشياء ضرورية، لا ما هي ضرورية، والدليل أنه ما في أحد يوم من الأيام لو جينا حطينا الأشياء هذه اللي عند الكاشير اللي هي سلع النزوة وكتبناها في ورقة، حتلاقوا ما في يوم أحد فينا رايح الهايبر أو السوبر ماركت كاتب بضمن الأشياء أنه بيشتري واحدة من هذه الأشياء. فهي ليست أشياء ضرورية، لكن هل شراءنا لها يعتبر خطأ كبير 100%؟ يعتبر خطأ إذا ما كان مخطط له. لكن أنا والله حاب أشتري واحدة من السلع هذه، أنا حريص أني ما أقول اسم أي سلع من هذه السلع، أنا ناوي أشتري سلع من هذه السلع عشان يعني الأطفال أو لأسرتي أو لي أنا، ضمن خطتي ما فيها مشكلة. صحيح. المشكلة الكبيرة أنه تكون ما هي ضمن الخطة، ولا هي ضمن احتياجك، ولا هي ضمن حتى يمكن رغباتك،
يعني انت بس شفت الالوان كذا مثيره للانتباه اخذتها، ويمكن تروح البيت وتنسى اصلا انك اخذتها. انا اعرف بعض الناس ياخذها ويحطها في السياره وينساها باليومين والثلاثه، معناه مو ضروري. فعلا كان خطا انه اخذها، مو ضروريه ولا هي حتى مفيده يمكن بالنسبه. بالضبط دكتور سالم، سلع النزوه هذه انت تقول في ناس ما يكتبونها مثلا فرقا وبيروح ياخذها، ياخذها بالصدفه صح ولا؟ لكن اعرف لك فئه تخطط علشان تروح لسلع النزوه، وهي فئه الاطفال. يعني كذا دايركت اول ما يدخل يروح جنب الكاشير يحمل من الشوكليت والالعاب المعلقه، بالتالي ما يطلق عليها ممكن سلع نزوه عند الاطفال ولا لا؟ بالضبط، هو يشوفها ضروره الطفل. اول شيء موضوع بالضبط موضوع الاولويات، الاولويات تختلف بحسب الزمان والمكان والعمر. يعني انا لما اخذ اولادي في رحله مثلا الى ابها او الى الطائف اجازه، احنا جينا على اجازه يعني كمان بعد يومين فاجازه، هنا انا اقول كثر من سلع النزوه، خلي ابنائك يشتروا شوكليت ويشتروا لبان ويشتروا حلويات، لانه هذا الزمان وهذا المكان وهذا العمر مناسب له. لكن احنا نتكلم على سلع النزوه اللي هي طول السنه لكل الناس في كل زمان ومكان، هنا نقول لا. لكن انت الان ترى الاسبوع الجاي كثر من هذه السلع، معك اطفالك كثر معليش اشتري لهم حلويات شوكولاته، ترى هذه الاجازه زي احنا الموظفين لما عندنا اجازه سنويه نبغى نستمتع فيها، انا اظن يجب ان نكرم الطلاب والطالبات في هذه الاجازه، هذه ترى اجازتهم بذلوا جهد في هذا الفصل يستاهلوا انه ياخذوا سلع النزوه، نكرمهم دكتور وندلعهم يعني بعيد عن الاشياء اللي تضرهم مثل الشوكولات والحلويات، اكيد ما ننصحهم فيها هذه، ممكن تقصد تنصحهم في امور ثانيه، فهذه ممكن تكون مضره للاطفال اكثر. صحيح، لكن خليني اسالك دكتور سالم، اكيد ان ترتيب هذه السلع بتكون يعني مرتبه بشكل معين، لكن السؤال هل هي تستهدف فئه معينه؟ يعني هل بتستهدف الرجال اكثر، النساء اكثر، الاطفال اكثر على سبيل المثال مثل ما قلنا؟ هو دائما احنا لما نتكلم على هذه السلع نتكلم بشكل اساسي على الافراط فيها، ترى ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني اي حاجه نكثر من شرائها مضر، حتى السكريات، يعني احنا نتكلم انه الجسم يحتاج طاقه، الاكثار منها بالتاكيد حيكون سلبي. حتى موضوع الشوكليت احنا ما نقول انه ممنوع على الاطفال تماما، لا، انه ناخذها باعتدال هذا امر جيد. أكيد. لما نتكلم هل هي خاصه بالرجال او النساء او الاطفال، اخصائيين التسويق فنانين، فيحطوا الشوكولات والحلويات الخاصه بالاطفال في الارتفاع اللي في ارتفاع الاطفال بحيث يشوفها الطفل، والاشياء اللي تناسب الرجال يحطوها في الجهه اللي يكثر فيها الرجال كمستلزماتهم، وهكذا. وهذا فن منهم. لكن انا بقول لكم حاجه، الانسان اللي عنده بطاريه جواله فيها 20% وعنده سفر هتلاقوه يقفل البلوتوث، يقفل الاشياء اللي تستهلك الطاقه. صح. لو الانسان فينا شعر انه ميزانيته محدوده وفي اشياء اهم، هتلاقيه كل سلع النزوه هذه ما يشوفها اصلا، مو انه يشوفها ويقاومها، لا هو ما هو شايفها لانه عنده اشياء اهم. احنا مشكلتنا انه سلع النزوه دي تزيد في بدايه الشهر ونزول الرواتب وهكذا، لكن تاكد اذا عندك هدف مالي في الغالب حتكون ادارتك لهذه السلع بشكل جيد. صحيح. ايا كنت رجل او امراه او حتى طفل. صحيح دكتور سالم، هو اكيد طبعا الكلام مش بس على البقالات والسوبر ماركتات، حتى الصيدليات الان تيجي تحصل بعض السلع اللي انت ما انت بحاجتها لكن ممكن تاخذها. وايضا اذا بنعمم دكتور سالم ممكن توافقني الراي، الان في ظل انتشار التكنولوجيا والتسوق عبر المتاجر، انا اعتقد انه صارت عندنا كثير سلع نزوه قاعدين نطلب بس كذا واحنا جالسين، هل هذا ينطبق على سلع نزوه او هي فعلا هي احتياجات؟ لا هي بالضبط، يعني انا احيانا يجيني بعض افراد الاسره يقول نبغى نشتري الحاجه الفلانيه، نبغى ندخل التطبيق الفلاني، ندخل التطبيق نشتري 6 اشياء ليس منها الشيء اللي داخلين عشانه. بالضبط، كلها كانت سلع نزوه، يعني لقينا هذا الشيء لطيف، هذا جذاب، هذا جميل، واحيانا في شيء نقول ممكن نحتاجه حتى ما احنا عارفين متى حنحتاجه، لكن حيجي يوم من الايام في زمن من الازمان نحتاجه. فانا اظن انه احنا كنا عند الكاشير نشوف 7 منتجات. صح. مع الذكاء الاصطناعي في التطبيقات شافك انت والله شفت منتج معين حق سفر، يقول هذا عنده سفر فيحط لك 20 منتج، اخترت حاجة خاصة بالسفر في البحر فيعطيك 20 منتج في البحر، فتلاقي نفسك قاعد تشتري
حاجة واحدة، لا تلاقي اشتريت نفسك حاجة واحدة وعشرين حاجة من سلع النزوة إن صح التعبير. صراحة يعني دكتور سالم أنا من أكثر الأشخاص اللي دائما بطيح في هذا الموضوع وبشتري من سلع النزوة والأشياء اللي بنشوفها عند الكاشير، يعني عادة أنا ما بندم، لكن مع حديثنا هذا يعني شوية حسستوني بالندم الصراحة. فهل سلع النزوة أحيانا فعلا ممكن تحسسنا بالندم بعد ما نشتريها؟ يعني برضو إحنا ما نبغى نقسو على أنفسنا كثير، ترى في النهاية ترى هي إذا كان مخطط لها وإحنا بنحتاجها، وإذا كان يعني زي مثلا خلاص ريم حتشتري تشتري، فبقول اشتري حاجة واحدة. حطي في بالك أنا حروح السوبر ماركت حشتري الأغراض الأساسية وحاجة واحدة من حاجات النزوة، لأنه النفس ترى والنفس كالطفل، يعني ما نستطيع نمنع الأشياء اليوم، لا نحاول نتدرج. إذا أنا كنت أشتري خمسة أشياء من أشياء النزوة أخليها حاجتين، بعد فترة أخليها حاجة إلى أن أتكيف وأقطعها تماما. وترى ممكن أنا أكون ناوي فعلا أنا مسافر أو رايح ألعب تمرين رياضي، فأحتاج أن أشتري مثلا أشياء من أشياء النزوة للتمرين وكذا، هذه ما تعتبر يعني مشتريات نزوة، أنا مخطط لها. فبرضو السياسة مع النفس عدم القسوة تماما صح. وعدم القطع التام، نأخذها بالتدريج حتى تلين لنا الأمور. صح دكتور سالم، ممكن والشيء هذا اللي بقوله ممكن يكون في خبث تسويقي من بعض يعني الشركات أو حتى السوبر ماركتات، إنه مثلاً أنت متعود إنك تأخذ سلعة في زاوية معينة كل أسبوع تجي تأخذها، مثلاً أنت تبغى سكر خلاص موجود في الزاوية الفلانية، أجي الأسبوع الجاي ما أحصله، يجبرني عشان أروح أدور ولفلف بين الدروج والرفوف عشان أشتري حاجات أنا ما أبيها. يعني خلينا نتعرف على بضاعته بطريقة وأخرى. والله هذا هو فعلا يعني هو خلينا نقول ذكاء تسويقي، ان انا مثلا اعرف اكثر منتج يجوا الناس يوميا عشان الخبز، فاحط الخبز تدخل السوبر ماركت الى الجهه الاخرى من السوبر ماركت عشان تمر عشان تاخذ الخبز وتمر على الاشياء هذه وتحمل. هذا ذكاء منهم، ولا بد ان نقابل احنا بذكاء، اروح السوبر ماركت اشتري الخبز واخرج اذا كنت ما احتاج غيره. لكن والله اقول لا، لازم ما تبيعوا الا خبز عشان أنا أدير حياتي المالية بشكل جيد. الحياة ما تمشي كده، لأنه أنا وإنت برضو عندنا منتجات وقاعدين نسوقها، ما يجينا يشتري إلا اللي فعلا يظن أنه يحتاج. فأنا أظن هو ذكاء وخبث إن صح التعبير محمود تسويقيا، يجب أن نقابله نحن أيضا بذكاء مالي حتى نسيطر على الموضوع. جميل. طيب إحنا ودنا بعشرين ثانية وأقل نصيحة لمتسلعي النزوة، الناس اللي يحبون سلع النزوة. والله أول أمر أقول لهم في ثلاث كلمات. الأمر الأول، تأكد أخي الكريم أختي الكريمة أنه أنتوا وراكم مشوار طويل مالي، يعني إذا أنت في أول الشهر ترى وراك 30 يوم، فتضيع المال في سلع النزوة حيخليك تيجي في أشياء أهم وما تلاقيها. النصيحة الثانية دائما أسمعها في الوعي المالي وصراحة مؤثرة جدا، إذا اشتريت اليوم حاجة ما تحتاجها هتضطر تبيع في الغد حاجة تحتاجها، وهذا أمر قاسي جدا جدا إنك تتنازل عن أشياء أساسية بسبب سلع النزوة. الأمر الثالث، خذوا النفس باللين والتدرج خطوة خطوة حتى لا يكون القضية قاسية على النفس وما نقدر نصف. أنا شايفتك طالعني نادر والدكتور قاعد يقول هذه النصائح. أبغى يعطيك النصائح لأنه هي واضحة إن هي ترى كأنكم تقصدوني كذا قاعد تقول. حشخص الموضوع أنا. طيب عموما الحين نشكرك دكتور سالم باشميل الخبير الاقتصادي المالي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم، أهلا وسهلا. أكيد مشاهدينا فاصل قصير وراجعين، خلوكم قريب. حياكم الله مشاهدينا من جديد، والآن راح ناخذكم كذا في رحلة سياحية خصوصا للأشخاص اللي حابين أنهم هم يطلعوا شهر العسل، ووجهتنا الأولى هي موريشيس. طبعا تعد موريشيس ضمن الوجهات السياحية المفضل زيارتها في شهر العسل، وذلك لأنها تعتبر ضمن الجزر الصغيرة اللي بتتميز بالاستكشاف وقضاء الرحلات البحرية، وفيها الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة اللي يقدروا العروسين القيام بها خلال فترة الرحلة في شاطئ موريشيس. طبعا أهم مميزاته نتعرف عليها، يتميز بالشواطئ المميزة فضلاً عن الأجواء الدافئة في الشتاء بسبب المناخ الاستوائي، لذا فهي ضمن الخيارات المثالية اللي يمكن التوجه لها في الشتاء، كما أنها مصممة خصيصاً لمن يقضون شهر العسل بسبب الشواطئ الرملية والمنتجعات الفاخرة، وتشمل الأنشطة الرحلات البحرية لمشاهدة غروب الشمس في وسط المحيط، وكمان إمكانية القيام برياضة التزلج، ومو بس كذا كمان تحتوي على العديد من الحدائق النباتية الجذابة
كحديقة بامبليموسس. أيوة. أنا بحط لك جائزة إذا نطقتها ثلاث مرات. لا ما أقدر. الحين الحديقة هذه ريم بما أن اسمها صعب، فمثل ما أنتم قاعدين تشوفون يعني حديقة بامبليموسس اللي هي تعتبر يعني جذابة، والناس أيضا إحنا ننصحهم بأن نتكلم عن موريشيوس يعني كونها تعتبر يعني جمهورية تقع على المحيط بالمحيط أيضا، وتعتبر أيضا من أحد الدول الأفريقية. لكن ريم اختيارات مثل الوجهات هذه، وإحنا نتكلم الآن بما أننا داخلين على عطلة يعني فيها بزواجات بتصير كثيرة، ممكن تكون خيار جميل وخيار جيد للناس اللي عاشقين فعلا التغييرات اللي تكون من بلد البلد. يعني في ناس يعني يبدلون أحيانا ريم بعض الجزر من شرق آسيا أوروبا، فبعض الخيارات هذه تكون جميلة. لكن الآن بنروح أيضا للشرق الآسيوي، حيث جزيرة بالي إندونيسيا تعتبر من أفضل الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في فصل الشتاء، حيث تتميز بالهدوء الذي يحتاج إليه شهر العسل، وبالتالي هذا يكون سببا لجذب الأشخاص الذين يقضون عطلة شهر العسل. وتقدم بالي الكثير والكثير من الخيارات للأزواج الذين يقضون شهر العسل، وذلك من خلال توفير عدد من الخدمات السياحية كالأكواخ الخاصة والسبا الشخصي، وكذلك حمامات السباحة والنوادي للحفلات، وبالتالي يكون شهر العسل مثالياً. وكمان يقدروا يأجروا دراجة بخارية عشان يستكشفوا كمان نادر القرى الموجودة بهذه الجزيرة، وكمان ممكن القيام برحلة للجبل لمشاهدة شروق الشمس مع تجهيز وجبة إفطار كذا في أجواء رومانسية. صراحة بالي من الأماكن أو من الجزر اللي جدا جميلة وحلو زيارتها. بالضبط، أنا في واحد من أصدقائي صراحة يعني مساء الخير بندر عطيف من أكثر الناس اللي يحب بالي ويحب إندونيسيا، ممكن يعني لما نجلس ونتكلم فيها بندر ما يسولف إلا في بالي في بالي. أنا قلت بندر هد إيش عندك؟ أنت مولود هناك ولا إيش ولا أحد يقرب لك؟ انصدمت لما قاعد يوريني الصور، الرجل يروح لها باستمرار. فصراحة تعتبر من الأماكن الجميلة والأماكن اللي فعلا احنا ننصح فيها، بالذات المعاريس اللي بيغيرون فيها جو، خصوصا احنا بنتحدث عن هذه الفتره الاجواء نوعا ما بتكون بارده، فمثل هذه المناطق لا تكون الاجواء فيها شوي معتدله اكثر من غيرها. اكيد ريم. وحين من بالي وين بنروح؟ وين بنروح؟ بنروح الهاواي. اولئك الذين يبحثون عن ملاذ من فصل الشتاء الشمالي يمكنهم الاعتماد على الطقس شبه المثالي لجزر هاواي طوال فصل الشتاء، مع 8 جزر رئيسية للاختيار من بينها. أكيد تتمتع هاواي بوجهة فريدة لكل نوع من الأزواج، فأكيد إذا كنت تبحث عن غابات مطيرة وفلات فاخرة عليك التوجه إلى كاواي، وأيضا التفكير في وقت الشاطئ الشامل. أكيد للأشخاص اللي بيدوروا على الشاطئ أيضا الشامل مثل ما ذكرت نادر ممكن يتجهوا لماوي، وإذا كنت من الزوجان الوحيدان في جزيرة الفردوس الاستوائية الخاصة بك خذ بعين الاعتبار مولوكيني، أو إذا كنت مغامر جاد في الهواء الطلق أكيد ابحث عن جزيرة هاواي الكبيرة. طبعا تتميز الجزيرة الكبيرة ببراكين نشطة وشواطئ ذات رمال سوداء وصحاري وأراضي ووديان مقدسة وشلالات عالية الارتفاع ومساحة كبيرة للتجول فيها. أنا قاعد أشوف في الشاشة بجنبي يعني ما شاء الله تبارك الله لون الأزرق لون الشواطئ، شوف ريم قدامنا على الشاشة إحنا قاعدين نشوف يعني أشياء تجذب يا جماعة الخير، أشياء صراحة لون الماء لحاله بيجذب يا نادر. فعلا أنا قاعد أحسد السمكة والحيتان الحيتان قاعدين يسبحون، لأنه سبحان الله بعض الأشياء تعتبر يعني جذابة وأيضا مريحة للنفس، خصوصا الناس اللي يبحثون عن الصفاء الذهني. لما احنا نتكلم وقاعدين ننصح الناس اللي فعلا يبحثون عن شهر عسل مثالي وأيضا جميل خصوصا الآن في فصل الشتاء. وأيضا ريم الآن بنتوجه إلى جبال الألب السويسرية، حيث يرغب بعض الأزواج في قضاء شهر عسل شتوي يأخذهم بعيدا عن الطقس البارد، ولكن بالنسبة للآخرين فإن الأمر كله يتعلق بالوصول إلى قلبه، ولا يوجد مكان رائع مثل سويسرا للاستمتاع بأجواء ما بعد التزلج في مكان مناسب لقضاء شهر العسل. أكيد أن في الكثير من المنتجعات تقدم منتجعات جبال الألب مثل كلوسترز المفضلة لدى العائلة المالكة وسانت موريتس ودافوس،
وغستاد والكثير منها تقدم أجمل المناظر الشتوية، في حين أن التزلج على الجليد من أكثر الأشياء اللي يمكن ممارستها في جبال الألب في فصل الشتاء. كمان للأشخاص اللي بيقضوا شهر العسل يقدروا ممارسة الرياضة، الاستفادة من المنتجعات الحرارية والقرى المثالية والرحلات البحرية في البحيرة. وإذا فشل كل شيء ارفع قدميك بجانب النار مع الشوكولاتة الساخنة الغنية، وأكيد مع زوجتك في شهر العسل. أكيد أنا أعجبني صراحة الشوكولات، ما نتكلم عن سويسرا يعني موطن الشوكولات، وكيد جربتي ريم يعني، بس إنه في شوكولات ساخن أكيد يعني أنت بتتحدث معروف الشوكولات في سويسرا، حلو إنك تتعامل معه الساخن اللي هو اللي الهوت شوكليت اللي يعني تشربها. صراحة خبرة أنا بطلع الخبرة جواتها. حلو حلو، توقعت إنه من جدك يا نادر بس أوكي. طيب ريم أكيد إحنا ننصح الجميع وإن شاء الله نكون جبنا لكم خيارات جميلة، خيارات مفيدة. نطلع فاصل مشاهدينا ونكمل، لا تروحون بعيد. حي هالعين مشاهدينا مرة ثانية، أكيد مكملين ومستمرين معاكم، وهذا الأسبوع هو الأسبوع العالمي لريادة الأعمال اللي أكيد أنه بيحمل معه رسالة تلهم وتحفز الشباب على استكشاف عالم الأفكار الريادية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير، خلنا نتابع. يعكس الأسبوع العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Week الذي يحتفى به من 8 إلى 14 نوفمبر من كل عام الفرصة الحقيقية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الفئات الشبابية وتشجيعهم على توليد الأفكار الريادية التي تعتمد على الإبداع والابتكار. ويشارك في هذا الحدث المهم المملكة ممثلة في الجامعات ومنشآت الأعمال المختلفة الذي تدعم رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين حول العالم في أكثر من 170 دولة، بهدف تعريف الشباب حول العالم بريادة الأعمال وكيفية تحويل أفكارهم التي يعملون عليها على أرض الواقع وكيفية الوصول إلى المستثمرين وإقناعهم بالأفكار. ويعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال منصة لتوليد المعرفة حيال المفاهيم الحديثة التي تتعلق بهذا المجال من خلال المشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تضم نخبة من رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ولعل أكثر ما يثير حماسنا لنستمر في تقدمنا في قصة نجاحنا الخاصة هو سماع قصص نجاح رواد الأعمال ونبدأ في التفكير. لذلك تقدم للأمام وحاول مرة أخرى في مشاريعك الخاصة، قد تكون فرصتك لتحقيق نجاح يستحق كل هذا السعي. أكيد بما أنه يعني نتكلم عن ريادة الأعمال وتكلمنا عن التقرير اللي تعتبر ريم أيضا ريادة الأعمال من الأشياء المهمة والأشياء اللي أيضا الدول كلها تحفز وتسارع وتساهم أيضا أنه المجتمع يعني يصقل بهذا الاتجاه، كونه يعني أحد الروافد وأحد الأسباب المهمة التي من شأنها أن ترفع اقتصاد أي بلد وتجعله يعني من الاقتصادات القوية على مستوى العالم. صحيح، أكيد أن أيضا أسبوع ريادة الأعمال نادر جدا مهم، لأن أكيد أن بنشوف الكثير من التحفيز اليوم، الكثير من الدعم لرواد الأعمال، وما شاء الله الشباب صاروا مبدعين، بنشوف الكثير من الأفكار الريادية والأفكار الإبداعية. بالضبط ريم، فأكيد بنتوجه لتقرير آخر أيضا معنا في حلقتنا اليوم. سيدة الأعمال أضواء الدخيل نموذج ملهم للمرأة السعودية منذ أن خطت تجربتها من عمر مبكر نحو مسار الاستقلالية وشغفها في الاستثمار الجريء الذي جعلها تكون رائدة ومغامرة في مواجهة التحديات. تحكي لنا جوانب من حياتها في هذا اللقاء الذي أجرته الزميلة سارة سالم، نتابع. سيدة الأعمال أضواء الدخيل نموذجا ملهما للمرأة السعودية منذ أن خطت تجربتها من عمر مبكر نحو مسار الاستقلالية وشغفها في الاستثمار الجريء الذي جعلها تكون رائدة مغامرة في الاكتشاف والبحث عن الريادة، وكتبت كتاب الزبدة من رحلة معرفتها. كل هذه التجارب لم تمنع أضواء من عيش اللحظة والاستمتاع بهواياتها، فهي محترفة في قيادة الطائرات، محبة للغوص واستكشاف أعماق البحر. البداية كان الهوس في الاستقلالية المادية، فجينا نشوف إيش في أشياء تدخل فلوس،
وشفت كذا شيء على التلفزيون أخضر وأحمر، طلع إنه هذا هو نأسه. فهذيك الأيام كنت يعني في سن المراهقة نوعا ما، وبدأت شوي كان في كورس عملناه على الـ University of Newcastle. دخلت الكورس هذا وكان عبارة عن الـ Public Market Exchange، فتعلمت وش يعني Technical Analysis، الـ Fundamental Analysis، وشوي شوي جمعت $1,000 اللي هو المينيمم كابيتال ريكويرمنت تو جو انتو ستوك تريدينج، ودخلت فيها. اليوم الثاني اندبنت، اليوم الثالث خسرت كل الدولار جمعته في كم شهر اللي راحت. بعد الهوس زاد، مين اخذ فلوسي وكيف ضيعت الفلوس وكيف انت ارجعها؟ فشوي شوي خلاص صارت هذه، يعني هذا كان التركيز، كيف انت اكون مضاربه اسهم، وأقدر أعمل استراتيجيات في إدارة محافظ أسهم ممكن تتنافس عالمياً من ناحية العائد على الاستثمار. كملت عليها إلى ما دخلت الجامعة، وإلى تقريباً رابع سنة جامعة كنت أبغى أشوف إذا أنا قاعدة في قوقعة الحالي، وإذا أنا من جد يعني عالم الأسهم هذا عرفت أدخل كويس. فكان في بعض المسابقات على مستوى نيو إنجلند اسمها Capital Trading Market Competitions، كان عملاها ثاني أكبر بنك في أمريكا اسمه TD Bank. ساهمت في المسابقات والحمد لله. المسابقة كانت هي كل طالب ينعطى واحد مليون دولار demo money أسبوعين، اللي يجيب أكبر عائد يفوز المسابقة. بفضل الله فزت المركز الأول على مستوى نيو إنجلند ثلاث مسابقات ورا بعض. بعدها عرفت إن والله أعتقد إني أنا فاهمة شوي، وقعدت أقول what's next. فمنها اتطورت إلى أنه أوكي، إذا أنا أحب الأعمال وأحب المالية بالذات، وش في شيء في بشر مو فقط شاشة أقعد أشتري وأبيع من خلالها؟ بعدها دخلت عالم ريادة الأعمال والاستثمار الجريء. القراءة كانت شغف، وكنت أي وقت أقرأ كتاب أحب أكتب النوتس حقتي من الكتاب هذا. بعد تقريبا سنتين ثلاث سنين لاحظت ان انا وصلت مراحل، او انا وصلت عدد كتب مهوله، وفي النوتس حقتي انا لو جمعتها كلها وش ممكن يصير؟ فقلت خليني احولها الى وورد اونلاين، الى ما طلعت عندي تقريبا 120 صفحه من النوت حقتي خلال 300 كتابه اللي قعدت اقراها. قلت والله يعني اعتقد فكره حلوه اذا هذه النوتس كلها تتجمع وتصير بصيغه كتاب واحد. وحولت إلى chapters، وشوي شوي طلع معي كتابة زبدة. ويعني مع الوقت جاني دار النشر وقال لي شوية تنشر الكتاب، وصار كتابة زبدة من غلطة صار الحمد لله واحدة من أكثر الكتب مبيعاً حول شركة بورصة. تركيز الأساسي كان الاستثمار الملائكي والاستثمار الجريء. استثمرنا في تقريباً 31 شركة حول شركة بورصة. مجموع تقييم الشركات اللي استثمرنا فيها تجاوزت 900 مليون ريال سعودي. من هنا قعدنا نقول وش القادم، وش اللي حيصير بعدها، وين رايح السوق. قبل خمس سنين كلمة استثمار جريء قليل ما كنت تسمعي داخل المملكة، الآن صار ما شاء الله تبارك الله حتى الجهات الحكومية صرت تشوفي عندها استثمار جريء. يعطيك العافية زميلتنا سارة سالم على هذا اللقاء المميز، وأكيد أن أضوى الدخيل من الأسماء البارزة في ريادة الأعمال من بين الكثير من الأسماء البارزة أيضا. والجميل أن ما شاء الله تبارك الله، يعني طبعا أضوى الدخيل من الأسماء اللي تواجدت في العديد من المجالات. أكيد ريم أضوى الدخيل تعتبر أيضا أحد الأمثلة للبنات السعوديات اللي فعلا قاعدين يثبتون أنفسهم وقاعدين يثبتون للعالم أن المرأة السعودية عندما تدخل أي مجال راح تبدع فيه وتضع بصمتها مما يساهم في رفعة وطنها. وقاعدين نشوف الشيء هذا ينعكس أيضا على المجتمع وعلى تطويره وعلى تنميته. فالمرأة السعودية تعتبر شريك أساسي في بناء المجتمع، وهذا ما لمسناه ولاحظناه أيضا من رؤية سيدي 2030 التي تساهم في دعم الجنسين والإبداعات السعودية طلعت والمواهب السعودية طلعت.
كله بفضل الله ثم بفضل دعم سمو سيدي ولي العهد أكيد ريم. صحيح نادر. طبعا حلقتنا لليوم كانت مليئة بالمواضيع والفقرات المتنوعة اللي تناولنا فيها أكيد المواضيع الطبية السياحية والكثير من المواضيع، لكن خلينا أقول إن من أهم مواضيعنا كنا بنتحدث فيه عن أسباب الصداع وإيش ممكن تكون الحلول، وتعرفنا على كثير من أنواع الصداع اللي يمكن كنا نغفل عنها وما نعرف إيش السبب أحياناً. شوف أنا الحين وانت شفت طلال الصداع تذكرت أنا شايفتك عندك صداع، تذكرت أني مصدع لما من كثر القهوة اللي شربتها. إيه؟ يا نادر أنا صراحة إذا أحد قال في صداع قلت أوه مصدع، ذكرتيني عندي صداع قبل ساعة كان، فشربت قهوة وزادت الطين بلة صراحة، زاد الصداع معك. زاد الصداع، علشان كذا يعني بعض الأشياء واللي تكلمنا فيها قبل شوي أيضا مع الدكتور اللي تحدث بإيجاز عن أضرار أيضا المسكنات اللي تسبب أيضا مشاكل على وظائف الكلى والكبد سواء على المدى القصير أو حتى المدى البعيد. وممكن بعض الناس ريم الآن يعني من ضمن الناس اللي قاعد أشوفهم ناس أعرفهم شخصيا لما أركب معاه في السيارة حاط في الطبلون مسكنات بمختلف الشركات، طبعا أجي عنده في المكتب في الدرج في مسكنات، في السيارة مسكنات، في بيته مسكنات، في جيبه. الواحد يتعود الموضوع بيصير أسوأ. أيوة. معاه الصداع بيبدأ بالضبط. يزيد وخلاص الصداع ما بيروح إلا لو تناولت هذه المسكنات. بالضبط. فأكيد ريم عشان برضو أحيانا يخف الصداع عننا شوية تكلمنا برضو عن فوائد الداش كامل اللي ممكن تبعدك عن صداع الرأس في حال وقوع بعض المشاكل لا سمح الله، وممكن أيضا الداش كام تساهم في الحفاظ على حقوقك. وقبل شوية أيضا تكلمنا في هالموضوع مع المهندس المختص اللي يتكلم وفصل واستعرضنا برضو بعض الأنواع اللي ليست فقط للسيارات إنما أيضا تستخدم الدراجات النارية أيضا لبعض الألعاب المختلفة. فأعتقد الداش كام ريم مفهوم الآن أصبح يعني كبير عند الناس وعند المجتمع بالذات. أكيد إنه جدا ضروري، يعني بيساعدنا أن نحافظ على حقوقنا في حال وقوع أي حادث أو مشكلة لا سمح الله. كمان من مواضيعنا الحلوة لليوم تحدثنا مع دكتور سالم باشميل كيف نتعامل مع منتجات وسلع النزوة اللي بتكون عادة موجودة كذا عند الكاشير، بيكون شكلها ملفت فكلنا بنطيح في هذه المشكلة. تكلمي عن نفسك، قولي أنا بطيح أو الأغلب. هي اعترفت قبل شوية وقالت أنا أكثر إنسان أجي أحمل من عند الكاشير. لما تدخل الصيدلية يا نادر أحيانا ما بتلاقي كذا قدامك حبوب صداع فيتامين سي، صاروا يحطون شوكولات تدري، أشياء كذا بسيطة بتاخذها أكيد تدرين بالصيدلية صاروا يحطون شوكولات وعلك، لكن بتكون صحية. أوكي بس هي تعتبر أسلع نزوة. بالضبط. أي يعني صحية ممكن. أكيد ريم هذه كانت يعني أبرز مواضيع نتكلمنا فيها اليوم، وأيضا صارت عندنا مواضيع تكلمنا فيها معكم اليوم عن أخبار التقنية وبرضو أيضا عن الوجهات السياحية ننصح فيها المقبلين على الزواج الذهاب بشهر العسل. مشاهدينا احنا أكيد يتجدد معكم اللقاء يوميا، ولكن دائما نذكركم لا تنسون تشاركونا على مواقعنا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا دائما نتابع مشاركاتكم ورائكم من خلالها. انتهت حلقتنا الليل اليوم، نشوفكم بكرة في أمان الله.